بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة، حلقة جديدة مع كورة كل يوم. إن شاء الله تكون حلقة مميزة إن شاء الله. ويعني الزمالك بيخسر من نهضة بركان 2-1، ولكن يعني رغم الخسارة ولكن نتيجة كويسة. كنت أتمنى طبعا الزمالك يتعادل في الشوط الثاني، في الشوط اللي سيطر عليه نادي الزمالك. الشوط الثاني طبعا أفضل كتير لنادي الزمالك النهارده من الشوط الأول وبداية المباراة، ومن خلال رؤيتنا لفريق نهضة بركان خصوصا كمان في الشوط الثاني، لا الزمالك في مصر يقدر يكسب ويكسب كتير كمان ان شاء الله. ماتش طبعا النهارده يعني مباراه مهمه طبعا في نهائي الكونفدراليه ومباراه الذهاب، ولكن نتيجه 2-1 رغم ان هي خساره 2-1، ولكن 1-0 هنا في مصر الزمالك يكسب البطوله ان شاء الله. ومن خلال رؤيتي او رؤيتنا كلنا لمستوى فريق نهضه بركان، لا الزمالك يقدر يعمل مباراة كبيرة هنا ويكسب، ويكسب مكسب حلو ومستريح، وأداء أمام جماهيره الكبيرة إن شاء الله، وجماهير مصر وجماهير الزمالك اللي هتكون موجودة في استاد القاهرة في مباراة العودة زي النهاردة يوم الأحد اللي جاي إن شاء الله، بعد أسبوع من النهاردة يوم 19 مايو إن شاء الله مباراة العودة. وإن شاء الله إن شاء الله تكون نهائي مكرر ل 2019 والزمالك يكسب بإذن الله ويفوز باللقب الثاني في الكونفدرالية الأفريقية بالنسبه لنادي الزمالك. طيب خلينا نتكلم على المباراه فنيا، والنهارده ان شاء الله في الجزء الثاني من برنامجنا هيكون معانا كابتن ابراهيم صلاح نجم نادي الزمالك، وكابتن حسام حسن طبعا نجمنا في قناه الحياه، نتكلم برضو معاهم كاتنين لعيبه من اللعيبه المميزين والمحللين المميزين. لكن خلينا نتكلم النهارده، نستعرض كده الاحداث اللي حصلت في ماتش الزمالك ونهضه بركان، ونقيم الامور، نقيم الامور بالنسبه للمباراه. الزمالك زي ما قلت لكم امبارح بالظبط، يعني امبارح قلت لكم التشكيل بتاع الزمالك بالظبط، قلت لكم يا سامسون إيكونولا يا ابراهيم ندّاي، وكنت انا اتمنى ان ابراهيم ندّاي هو اللي يبدا، ان سامسون الماتش تقيل عليه، وبان من خلال المباراه طبعا ان هو كان خارج الماتش تماما النهارده. سامسون ما عملش اي حاجه في المباراه النهارده، وكان يمكن الزمالك مش عايز اقول بيلعب ناقص، ولكن كان دوره سلبي جدا سامسون النهارده في الفريق. ودايما الماتشات الكبيره بتحتاج لعيب عنده خبرات، لعيب عنده سرعات. يعني انا كنت شايف من بدايه الماتش ان ابراهيم ندّاي هو اللي يبدا، ولكن امبارح انا قلت لكم في التدريب في اخر تدريبه للزمالك امبارح ان جوميز حط سامسون إيكونولا في التشكيل الاساسي، وقلت لكم نفس التشكيل عواد وفتوح وعمر جابر وحسام عبد المجيد والمسلوسي ودونجا وشحاتة بالظبط زي ما قلنا، وزيزو وسيف الجزيري، وقلنا واحمد حمدي، وقلنا يا انا كنت بقول انا من وجهه نظري كان افضل ابراهيم ندّاي. وقلت لكم امبارح ان الراجل كان جوميز في التدريب حاطط سامسون إيكونولا في التشكيل الاساسي على حساب ابراهيم ندّاي، فانا قلت يا ابراهيم ندّاي يا سامسون إيكونولا، ده اللي احنا قلناه امبارح. يعني البدايه بتاعت الماتش كانت وحشه جدا للزمالك، يعني بدايه المباراه اول 10 ثواني الزمالك سنتر، الكره اتقطعت، حصل فاول من حسام عبد المجيد والمباراه كهربت. يعني يمكن فريق نهضه بركان خد المبادره، انتوا عارفين فرق شمال افريقيا والحماس والروح والكوره العاليه ورتم الماتش السريع. انا قلت في ايه الزمالك تحس في اول دقيقه في الماتش، وكملت بقى، كملت معانا ربع ساعه ثلث ساعه، لا كان الزمالك وحش جدا. بدايه المباراه بالنسبه للزمالك وحش جدا في الالتحامات الكتير، ومنها ضربه الجزاء اللي اتحسبت لصالح نهضه بركان، وكان في واحده تانية قبليها. عدم التمركز الجيد، فقدان الكوره اللي انت بتباصي غلط في بدايه الماتش، ودي نقطه يعني خطيره جدا. حسيت النهارده ان استعداد النفسي ودخول الزمالك للماتش ما كانش كويس، وطبعا فريق نهضه بركان استغل حاله اللخبطه اللي كانت موجوده في نادي الزمالك. هم نازلين طبعا بيلعبوا كور طويله من بدايه الماتش وعندهم سرعات، فاستغلوا اللخبطه دي وقدروا يحرزوا هدفين في مرمى نادي الزمالك. يعني كان الوضع كان صعب جدا، كان ممكن البطوله النهارده تروح، ولكن الزمالك قدر يجمع خطوطه. ولما الزمالك هدي طبعا الشوط الاول كان شوط كارثي النهارده على نادي الزمالك، الزمالك كان خسران 2-0، هم تقدموا بهدف من ضربه جزاء في الدقيقه 13 عن طريق يوسف دايو، وبعدين ضربه رأسيه الفاول اللي اتعمل عادل تحيف بدماغه طلع فوق حمزة المسلوسي وفتوح، ما كانش فيه رقابة كويسة أو ما كانش فيه تقدير للكرة العالية كويس، وقدر عادل تحيف لاعب النهضة بركان يسجل بضربة رأسية. ويشارك فيها محمد عواد. يعني محمد عواد حارس المرمى مع فتوح والمسلوسي اللي كانوا مكلفين او كانوا قريبين من رقابه مفروض عادل تحيف لاعب نهضة بركان. كرة الراجل طلع فوقيهم، طلع فوق حمزة المسلوسي وفتوح ما كانش مغطي كويس، حط الكرة بدماغه عملت بند، وكان ممكن عواد لو كان في سرعة رد فعل اكتر شوية كان ممكن يعني يلحق الكرة، ان هي خبطت في ايده ودخلت وبقت النتيجة 2-0. قاعدين بنتفرج على الماتش اتكهربنا، قلت ايه ده، في ايه 2-0 لفريق نهضة بركان ده، ايه ده، البطولة هتروح ولا ايه؟ وكان حالة الزمالك وحشة جدا في الشوط الاول، يعني حتى الزمالك مش عارف يطلع بالكرة من 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 تحت من خط الدفاع او من نص الملعب، مش قادرين نعمل هجمه منظمه. يمكن في اخر 10 دقائق طبعا في الشوط الاول بدانا شويه الزمالك يمسك كوره ويروح من خلال فتوح ناحيه الشمال، هو اللي كان عامل الخطوره. ده طبعا جمهور الزمالك النهارده زي ما قلت لكم امبارح حوالي 150 200 فرد من مشجعين الزمالك بيشجعوا نادي الزمالك في ملعب المباراه في استاد نهضه بركان. ولكن الشوط الثاني الحمد لله الزمالك رغم انه ما عملش تغييرات جوميز بين الشوطين، ولكن قدر الزمالك في الشوط الثاني لما يلعب كورته العاديه، يلعب كورته العاديه ويمسك كوره على الارض ويبدا الهجمه. هم كمان فريق نهضه بركان بعد ما جاب الجولين تراجع في نص ملعبه، الزمالك مسك كوره واشتغل، زيزو اشتغل كويس جدا، فتوح اشتغل كويس جدا، محمد شحاتة بقى يزيد هو واحمد حمدي ورا سيف الجزيري، سامسون إيكونولا برضه يمكن اتاخر شويه جوميز عقبال ما خرج سامسون إيكونولا. قدر الزمالك يسجل هدف من ضربه راسيه لسيف الجزيري طبعا سريعا على طول في الشوط الثاني. في بدايه الشوط الثاني الزمالك دخل الماتش ثاني، طبعا 2-0 دي كانت تبقى نتيجه كبيره خلي بالكم، ولكن الزمالك بعد ما جاب جون ركب الماتش تماما وبدا الزمالك يلعب الكره بتاعته، تحركات كويسه جدا من زيزو، تحركات كويسه جدا من سيف الجزيري، تحركات كويسه جدا من نص ملعب نادي الزمالك حمدي ودونجا وشحاته قربوا من بعض وبدا يزيدوا ورا المهاجمين وبدا الزمالك يمسك الجيم. وكان ممكن الزمالك يتعادل في اكتر من كوره لولا ان الزمالك ما كانش بيعمل الفينش المظبوط في الاخر. يعني في كذا كوره جت لسيف الجزيري وكذا كوره جت ان احنا ممكن نسدد من خارج منطقه الجزاء، سواء زيزو او شحاته او احمد حمدي، ما استخدمناش التسديد النهارده قوي، وكان ممكن الزمالك فريق بقى نهضه بركان يعني انهار تماما في الشوط الثاني، خصوصا بعد هدف الزمالك. بقى الزمالك بيعمل كل حاجه اللي هو عايزها ومستحوذ على الكوره وفاتح الملعب وبيشتغل من ناحيه اليمين من ناحيه عمر ومن ناحيه الشمال من ناحيه فتوح، اختراقات من عمق، ولكن ما كانش فيه الفينش اللي احنا نخلص بيه يعني نجيب الجون الثاني ونتعادل ونخلص البطوله من المغرب. ولكن الحمد لله يمكن برضه هم في اخر 10 دقائق بدأوا يمسكوا الكوره شويه وبدات المباراه تبقى سجال ما بين الزمالك ونهضه بركان. لكن شوط اول كارثي لنادي الزمالك، كارثي، ومش عارف ايه الاسباب ان احنا دخلنا الماتش بشكل وحش جدا، الزمالك دخل الماتش بشكل وحش جدا، ولكن عدلنا الاوضاع في الشوط الثاني. والهدف اللي احرزه سيف الجزيري هناك هو هدف البطوله ان شاء الله، هدف البطوله. وفوجئت ان مستوى فريق نهضه بركان اللي كان بادئ كويس جدا لا وقعوا في الشوط الثاني، تحس ان هم وقعوا بدنيا شويه زي ما قلت، استريحوا بعد الجون الثاني، الزمالك ركب الجيم والزمالك وصل كتير. هم كمان عندهم حوالي 6-7 لعيبه غايبين خلي بالكم، عندهم لعيب اسمه عمر العرجون وعبد الكريم بعدي والزغودي، كذا لعيبه من اللعيبه المميزين فغايبين، فيظهر الدكه برضو عندهم مش على يعني مش قويه دكه البدلاء في نهضه بركان. فالزمالك مسك الجيم تماما، والشوط الثاني اداني انطباع ان الفرقه دي نهضه بركان مع احترامي ليهم طبعا في استاد القاهره هنا في الملعب الواسع مع جمهور الزمالك مع الحافز بتاع البطوله والضغط وروح لعيبه الزمالك والناحيه الفنيه، لا الزمالك يكسب هنا ان شاء الله مستريح باذن الله. ان الزمالك الشوط الثاني مسك كوره واشتغل كويس جدا ووصل لمرمى وجاب جون وكان ممكن يجيب جولين كمان، ولكن انا راضي بالنتيجه رغم ان انا ما بحبش الزمالك يخسر او ما بحبش الفرقه المصريه تخسر واقول ان هي نتيجه كويسه، بس هي افضل نتيجه في الخساره اللي انت تبقى يعني تخسر 2-1، افضل نتيجه في الخساره، يعني 2-1 احسن من 1-0، 2-1 احسن من 1-0. ان هنا في مصر ال 2-1 دول اللي احنا النتيجه اللي كانت هناك في المغرب 1-0 هنا تكسب البطوله والسلام عليكم. لكن انا بقول ان 1-0 الزمالك هنا في مصر لازم يجيب 1 و2 و3 يامن نفسه، ان ممكن في اي لحظه في كوره ثابته في كورنر ممكن فريق نهضة بركان يسجل هنا في القاهرة. لكن ماتش النهارده والشوط الثاني، مش الشوط الاول، الشوط الاول انا حسيت قلت ايه ده، هو الزمالك عامل كده ليه؟ هي اللعيبه بالها خايفه، اللعيبه بالها ملخبطه. الشوط الثاني تغير تماما الوضع، والزمالك لعب الكره بتاعته واشتغل وهاجم وجاب جون وكان مميز جدا. الشوط الثاني اداني انطباع لا الزمالك هنا في مصر في الملعب الواسع، استاد القاهره ملعب كبير وملعب واسع، تلعب عليه كره حلوه، الزمالك عنده لعيبه كمان مميزه جدا، بس تلعب بقى تشكيل صح بقى. يعني انا بقول بقى في ماتش مصر كمان هنا العب بنفس التشكيل بتاع النهارده، بس احط ابراهيم ندّاي مكان سامسون، ابراهيم ندّاي مكان سامسون، نفس التشكيل ومحمد شحاتة، ولو مصطفى شلبي كمان جاهز يبقى 100 100. يعني لو مصطفى شلبي جاهز وخف من الإصابة اللي عنده يبقى 100 100. لو مصطفى شلبي جاهز يعني تبقى 100 100، ومعانا إبراهيم ندّاي كمان، وأوباما يوسف، أوباما موجود على الدكة، بس طبعا أوباما بقاله كتير ما لعبش فبرضه لسه حساسية الماتشات. في ناصر منسي برضه كمهاجم بديل موجود. فلا هنا في القاهرة يعني امبارح الموقع تذكرتي فتحوا التذاكر، شراء تذاكر ماتش الزمالك ونهضة بركان، هو ماتش العودة. التذاكر خلصت بعد ساعتين، 60 70 ألف مشجع هيكونوا موجودين في استاد القاهرة إن شاء الله. إن شاء الله المباراة مش هنطلع من الملعب غير بكأس البطولة بالكونفدرالية، والنهاردة الزمالك أثبت إن هو يقدر يكسب الكونفدرالية. مش هقول بسهولة إن مفيش حاجة سهلة في الكورة، لكن الزمالك عنده لعيبة عندها قدرات. الزمالك لما بيلعب لعبه الطبيعي والكرة الحلوة والانتشار الكويس في الملعب زي ما شفنا في الشوط الثاني النهارده كان مميز جدا. فهم بقى خلي بالكم في المغرب او فريق نهضه بركان او الفرق المغربيه او فرق شمال افريقيا بيخافوا من استاد القاهره. احنا لسه كنا عاملين لقاء مع مدرب نادي نهضه بركان السابق اسمه كابتن العجوي او الجعوي، يعني صلحوا لي يا جماعه، الكابتن جعواني، كابتن منير الجعواني اللي هو كان مدرب نهضه بركان في 2019 لما لعب ضد الزمالك وكان الزمالك كسب البطوله في استاد الجيش في برج العرب في اسكندريه. فالراجل بيتكلم معايا قال لي احنا مش يعني عايزين، بيتكلم على نهضه بركان، بيقول لي نهضه بركان لازم يعمل نتيجه ايجابيه في المغرب عشان احنا عارفين استاد القاهره وجمهور الزمالك وال 60 70 الف متفرج هم حاطين في دماغهم. خلي بالكم هم جايين هم خسرانين، ان الاجواء هنا في مصر صعبه بالنسبه لهم عشان جمهور الزمالك، وكابتن معين الشعباني قال كده في المؤتمر الصحفي قبل المباراه. فالنتيجه اللي انا شايفها النهارده هي خساره، بس افضل نتيجه في الخساره 1-0 هنا نكسب. بس انا بقول ان لازم الزمالك يضغط هنا ويامن كويس جدا عشان ما يخشش فينا جون، يعني يلعب بنفس التشكيل ما عدا خرج لي معلش بعد اذنك يا مستر جوميز سامسون إيكونولا، انا شايف ملوش دور خالص في الماتش النهارده ولا هيبقى ليه دور في الماتش الجاي، وتلاعب ابراهيم ندّاي او مصطفى شلبي لو مصطفى شلبي جاهز. ان دي مباراه البطوله بقى ان شاء الله. ويعني بطمنكم، وانا امبارح كنت متوقع ان الزمالك يتعادل مع نهضه بركان 1-1 في مباراه الذهاب، لكن هنا انا بقول لكم ان شاء الله ان شاء الله الزمالك هيكسب هنا 2-0 باذن الله. وافتكروا كلامي في مباراه العوده وممكن اكتر كمان، بس ان شاء الله يبقى التشكيل مظبوط واللعيبه مستعده نفسيا، واللعيبه لما هتشوف جمهور الزمالك قافل استاد القاهره هتدشدش الدنيا ان شاء الله، والبطوله مش هتخرج من مصر. فنتيجه كويسه رغم الخساره، والحمد لله كمان اداء الزمالك في الشوط الثاني اتحسن وقدرنا نسجل، وبان في نقط ضعف كتيره جدا في فريق نهضه بركان في الشوط الثاني، منها من وجهه نظري ضعف دكه البدلاء. ما كانش كابتن معين الشعباني عنده لعيبه كتيره متعوره، فما كانش عارف ينزل لعيبه عندها كواليتي زي اللعيبه الاساسيين اللي موجودين. ضعف اللياقه البدنيه في الشوط الثاني، فريق نهضه بركان بدنيا نزل. لما بتلعب كوره على فريق نهضه بركان بتبقى فيه مساحات كتيره تقدر تشتغل عليها. يمكن فريق نهضه بركان تراجع كله، كانوا ال11 بيلعبوا او ال10 بيلعبوا تحت الكوره في الشوط الثاني في معظم فترات الشوط الثاني، وكان الزمالك قادر ان هو يسجل الهدف الثاني. مش عايز الزمالك يستسهل الامور، لسه خلي بالكم احنا راجعين خسرانين 2-1 مش متعادلين، فلازم يعني هنا لعيبه الزمالك تبقى مركزه جدا وتبدا تشتغل وتستعد للمباراه من النهارده. ريكفري بقى كويس هناك في المغرب، التلج والريكفري والاستشفاء عشان اللعيبه ترجع لحالتها البدنيه ان شاء الله. طياره الزمالك هترجع بكره، الطياره الخاصه هترجع بكره او الفريق يعني هيرجع بكره من المغرب. نبدا على طول، ممكن لو هياخدوا بكره راحه ولا حاجه، نبدا على طول نستعد من يوم الثلاث لمباراه العوده. ومفيش حاجه سهله في الكوره، عندنا عامل الجمهور، عندنا عامل الملعب، عندنا رغبه واصرار لعيبه الزمالك على الفوز بالبطوله، كل الحاجات دي، عندنا اللعيبه المميزه وعندنا الكواليتي. احنا كمان كزمالك افضل من فريق نهضه بركان فنيا. يعني انا عايز استبعد النهارده الشوط الاول او النص ساعه الاولى من المباراه اللي كان الزمالك في اسوأ حاله النهارده في الشوط الاول. اول مره اشوف الزمالك كده وتحس ان اللعيبه يعني مش مركزه، مش عارفه طبيعه ماتشات شمال افريقيا في بدايتها، بيبقى دايما في رتم سريع وفي كور طويله وكور عاليه وفي تحركات من لعيبه المغاربه صراع. لكن البدايه النهارده بتاعت الزمالك ما عجبتنيش. اللي عجبني الحمد لله الشوط الثاني عدينا الاوضاع ومسكنا كوره وبدانا نلعب واشتغلنا وحاصرنا فريق نهضه بركان في نص ملعبه، وزي ما قلت لكم فرق معاهم كمان الاصابات. فريق نهضه بركان كان باين جدا ان هم ما عندهمش تغييرات، لعيبه على نفس مستوى اللعيبه اللي موجودين في الملعب. خلينا نروح للكابتن طارق السعيد نجم نادي الزمالك طبعا السابق ومنتخب مصر ريفالدو الكره المصريه، ونشوف رايه في الماتش النهارده وتوقعاته. بقى هنبدا نتكلم من النهارده على الزمالك يوم الاحد الجاي في نهائي الكونفدراليه، وهنتكلم على الاهلي كمان مع الترجي. ان ماتش الاهلي والترجي خلاص قرب، هيكون برضو يوم السبت اللي جاي ان شاء الله مباراه الذهاب في نهائي دوري ابطال افريقيا. كابتن طارق ازاي حضرتك؟ يا كابتن كريم اخبارك ايه يا كابتن طارق؟ تحياتي ليك يا كابتن وكل مشاهدينك وكل مشاهدي قناه الحياه. الله يخليك، بقى لي ربع ساعه كده عمال ارغي مع المشاهدين. يعني بيني وبينك انت قلت كل حاجه، انت قلت كل حاجه اكيد. بشرح الماتش كده، ويعني الشوط الاول والشوط الثاني والتشكيل والحاجات دي والاحداث اللي حصلت في المباراه، فعايز اعرف رايك وعايز اعرف من وجهه نظرك. انت لعيب خبره ولعبت مع المنتخب ولعبت مع الزمالك ولعبت مع الاهلي ماتشات كتير زي دي في شمال افريقيا وكاس عالم انديه وبطولات افريقيا. ايه سبب بدايه الزمالك السيئه جدا النهارده في بدايه المباراه واستقبالنا هدفين واللخبطه اللي كانت موجوده في الفرقه في الشوط الاول؟ اولا البدايه بتاعتنا كانت سيئه جدا، فيها هدوء، فيها هل هم كانوا عايزين يمتصوا حماس فريق المغربي؟ ما اعتقدش ان اللعيبه كانت على قدر المسؤوليه في البدايه. الف ب ماتشات افريقيا دي وشمال افريقيا بالذات اطلع الكره صح. ده انت اول دقيقتين في 2-3 ميس باص هيجوا الدنيا علينا. بص يا كابتن كريم، احنا نحمد ربنا ان الشوط الاول انا بقول الشوط الاول اللي هو المباراه كلها أيوه. عدت بحلوها بمرها، بان ربنا كرمنا واحرزنا هدف. الهدف كان بمثابه ان شاء الله باذن ممكن يكون هدف البطوله ان شاء الله. لكن الاهم التركيز، اهم من كل دوت ان انت لازم تتعامل في المباراه اللي جايه على عدم الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها في الشوط الاول. كانت واضحه جدا التسرع ومفيش لعيبه واقفه على رجليها. هل كان في خضه؟ هل في بعض اللعيبه ما عندهاش خبرات؟ بس ما ينفعش انت بقى تلعب الماتش الجاي قدام 100,000. ازاي ما عندهمش خبرات؟ ده فتوح عنده خبرات، ما هو ده اللي بتكلم. عمر جابر خبرات، المسلوسي خبرات، حسام عبد المجيد حتى الصغير بس لاعب منتخب اولمبي ولاعب منتخب مصر الاول. مش قادر اقول هل اللعيبه ما كانتش متوقعه هذا السيناريو؟ لازم المدير الفني كان لازم يوضح لهم ان السيناريو ده اللي هيحصل. انا شايف فريق بركان نهضة بركان ما عندوش غير كور ثابته، وكور ثابته كمان مع احترامي كور بالونيه. عنده كام لعيب كده الاجنحه صراع وعندهم مهارات، بس ما عندهمش سيستم لعبه من تحت. يعني ما بينيش الهجمه من تحت. اولا هو ما بيعملش غير الكره الطويله ويلعب على الكره الثانيه ويتعامل من الجبهه اليمين. أيوه. الجبهه اليمين لو اتحط نداي امام فتوح اعتقد كنا قفلنا الجبهه دي بشكل اكبر. انا كنت عايز نداي يلعب النهارده يا كابتن طارق. بالفعل كده بالفعل. بالدليل ان اول ما نزل بدأنا يعني لعبنا يمين شويه وبعدين لعب شويه. انت فاهم انت ازاي يا كابتن كريم؟ أيوه. المهم ان احنا نقفل الجبهه اللي هي فيها خطوره ليهم. ثانيا نقلل الكرات الثابته، لازم نقلل الكرات الثابته. الفاولات اللي علينا، لان الكرات الثابته اللي علينا بتعمل الفاولات والكورنرات فعلا اللي هي حوالين ال 18 والضربات الثابته اللي هي الكورنرز والحاجات اللي النهارده جابوا هدفين من كرة ثابته، ضربه جزاء وطبعا في تهور في ضربه الجزاء وادينا شفنا اللي حصل. الكرة الثانيه ضربه ركنيه مع انها كرة بالونيه مالهاش اي لازمه، برضو عواد يسال عليها شويه. عواد والمسلوسي طبعا يعني عواد الراجل ركب والمسلوسي ركب المسلوسي واحرز هدف. لكن خلاص الاخطاء وارده وخلاص اتعلمنا منها. اتمنى ان شاء الله المباراه اللي جايه الشوط الثاني اللي عملناه نلعب بيه 90 دقيقه اللي جايه ان شاء الله. ولازم نحط في الاعتبار يا كابتن طارق، انا حتى يعني كنت بكلم مع بعض المدربين المغاربه اللي كانوا ماسكين نهضة بركان هم بيعملوا حساب كتير جدا لجمهور مصر طبعا يا كابتن وللساده القاهره. جمهورنا كريم صدقني هيكون عامل استحياء ان شاء الله باذن الله، وبيبقوا قلقانين من في استاد القاهره، وده ملعب الرعب لكل افريقيا وشمال افريقيا. فاتمنى ان شاء الله لاعبتنا تكون على قدر المسؤوليه، مفيش خوف، انا بقول اهو مفيش خوف، مفيش استعجال، جماهيرنا ان شاء الله باذن الله مش عايز استعجال، انت ممكن تكسب 1-0 خدت البطوله صح. مش عايزين اتمنى اول ربع ساعه الضغط مع الحماس مع التركيز العالي ممكن نخطف المباراه ونخلصها. اخشى ما اخشى ان اللعيبه تحس المباراه سهله يا كابتن كريم، المباراه ليست سهله طبعا. المباراه صعبه جدا جدا جدا، انت قاب قوسين او ادنى لا قدر الله يدخل فيك جون هتبقى عاوز تجيب 3 اهداف، الموضوع مش سهل. فنتمنى ان احنا الاول نركز في الناحيه الدفاعيه، وانا بقول اهو نركز في الناحيه الدفاعيه لان الناحيه الدفاعيه هي اللي هتجيب لنا البطوله، الناحيه الدفاعيه هي اللي هتكون ليها عامل السحر ان احنا نجيب هدف. هنوصل هنا هنوصل هنا، هيجي لنا فرص هيجي لنا فرص، بس نتمنى الفرص اللي تجي لنا نستغلها ويكون عندنا الشراسه الهجوميه بشكل متوازن، بمعنى ان احنا ما نجذبش زياده في الهجوم ولا نجذب زياده في الدفاع، لازم يكون في توازن ما بين الاثنين، وكل ما انت واقف صح وانتشارك صح ان شاء الله ان شاء الله يقدروا باذن الله يكسبوا. طيب عايز اسالك سؤال ثاني يا كابتن طارق، يعني هل الشوط الثاني ان الزمالك عمله كويس النهارده ولعبنا الكوره بتاعتنا ووصلنا وضيعنا وجبنا هدف بتاع الجزيري، هل كان في تعليمات من جوميز بين الشوطين عدلت الاوضاع، ولا فريق نهضه بركان جاب 2-0 فبدا يامن بدا يدافع وتراجع، وبرضه مع الحته اللي هم ما عندهمش بدلاء بنفس الكفاءه عشان عندهم اصابات كتير، يعني هل جوميز اللي عدل ولا فريق نهضه بركان اللي تراجع؟ اولا اللعيبه هي مفيش حد اتغير، لكن انا شايف هي رغبه اللعيبه وحسوا بالخطوره، يعني مع احترامي وتقديري لعيبه الزمالك طبعا لعيبتنا حسوا بالخطوره، حسوا بالوضع، حسوا ان احنا 2-0 في شوط ده كتير، لا قدر الله كان يدخل فينا هدف ثالث في الشوط الثاني كانت البطوله راحت، مشكله كبيره كانت خلاص البطوله. فاول ما حسينا بالخطوره بدانا نلعب، بدانا نلعب كورتنا على الارض، بدانا نلعب من على الاطراف، اول ما زيزو تحرر شفنا الشكل بتاعنا بقى عامل ازاي. الجزيري التايمنج بتاعه هايل جدا 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 في الهدف اللي احرزه. اذا احنا لينا ستايل لعب معين نتمنى ان شاء الله باذن الله نكمله. ثانيا نهضه البركان اعتقد عندهم اللعيبه اللي ناقصه ديت فرقت معاهم مفيش شك تماما، وبدليل يا كابتن هم راضيين اصلا بالنتيجه، يعني هم وهي 2-1 هم راضيين، بيدافعوا برضه خايفين يخشوا فيهم الثاني وخايفين، وبيشيلوا الكوره بيشتت الكوره على طول وبيروح بيجيب الكوره على باله، يعني هو راضي جدا ان هو لانه مش مصدق ان هو احرز هدفين في نادي الزمالك. لكن ان شاء الله باذن الله رجالتنا يكون على قدر المسؤوليه وجماهيرنا باذن الله العامل السحري باذن الله في البطوله وفي المباراه القادمه ان شاء الله. مين من لعيبه الزمالك اللي عجبوك النهارده في الشوط الثاني يا كابتن طارق؟ عجبني شحاته جدا، محمد شحاته. عجبني شحاته، عنده مهاره، عنده هدوء في نص الملعب. دونجا لغايه لما برده ما اتغير جيد جدا. انا شايف اللعيبه الخبرات زيزو مع فتوح مع اللعيبه كلها مع سيف الجزيري طبعا صاحب الهدف، فارقين كتير جدا جدا بخبراتهم. لكن المجمل يا كابتن كريم شوط عدى بحلوه بوحشه انساه، انت عندك بطوله عايز تكسب، يبقى عايزه رجاله تقعد مع بعض. كابتن عبد الواحد السيد يلم لعيبته مع مستر جوميز، كل التقدير وكل الاحترام دي وكل شيء ليه، لكن مباراه زي ديت عايزه رجاله من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه، وعايزه ان احنا كاننا يا كابتن كريم نازلين عشان نخلص الجيم. هتخلصوا ازاي؟ طبعا في تكتيك وفي هدوء وفي كل الامور دي، لكن باذن الله ما فيش استعجال يا جماعه، ما نستعجلش عشان لا قدر الله ننجرف للهجوم، تيجي علينا هجمه مرتده الامور هتبقى صعبه قوي يا كابتن كريم. لا ان شاء الله قادرين باذن الله ان احنا نخلص المباراه دي باذن الله. ان شاء الله بشكرك كابتن طارق، بشكرك شكرا جزيلا، الله يخليك، ان شاء الله البطوله زملكاويه ان شاء الله ان شاء الله. طيب يعني ده كان ملخص لاحداث المباراه النهارده، ويعني الواحد اطمن، الواحد رغم ان كنت قلقان جدا في الشوط الاول واحنا بنتفرج على الماتش، قلت ايه ده، في ايه، الدنيا مفتوحه ليه كده، في لخبطه، الناس مش مركزه، كور كتيره مقطوعه من الزمالك، مفيش تمركز في النواحي الدفاعيه في الكور الثابته. ولكن الحمد لله الشوط الثاني الامور اتعدلت، وحتى كان سؤالي لكابتن طارق السعيد، هل جوميز عدل الاوضاع ولا حصل تراجع من فريق نهضه بركان؟ هو اكيد الاثنين، يعني اكيد اللعيبه اتكلمت مع بعضها، مستر جوميز اتكلم، بدا يبقى فيه هجوم من لعيبه الزمالك من على الاطراف من ناحيه فتوح، ومن محمد شحاته كان بيزيد مع احمد حمدي في ظهر سيف الجزيري، وكان في حريه لزيزو اللي كان بينزل يستلم وبيشتغل في كل حته في الملعب، فبقى الشكل افضل. حتى كمان مع نزول ابراهيم ندّاي فرق كتير في اداء نادي الزمالك، وكان ممكن الزمالك يسجل الهدف الثاني، لكن الحمد لله مفيش مشكله. عندنا مباراه العوده يوم الاحد باذن الله، وعندنا مباراه بقى على استاد القاهره. خلي بالكم لازم يعني نستفيد من الضغط اللي هيكون على فريق نهضه بركان، والخوف اللي هم بيخافوه من جماهير مصر ومن جماهير، مش خوف يعني حاجه وحشه، بس جمهور الزمالك وجمهور مصر هنا بيعمل رهبه لما يجي الفريق الضيف نهائي افريقيا ويلاقي يعني حتى كابتن عجواني اللي هو دخل معانا مدرب نهضه بركان السابق اللي كان موجود في 2019، قال هو كان معانا هنا في على من خلال سكايب ابلكيشن، وقال لي يا كريم انا اول ما دخلت استاد برج العرب في النهائي بتاع 2019 اتخضيت من منظر الجمهور، وهو ده اللي احنا قلقانين منه. فعشان كده هم كانوا عايزين يعملوا نتيجه ايجابيه في المغرب تريحهم، لكن الحمد لله النتيجه دي ظريفه جدا بالنسبه لنا. زي ما قلت لكم انا ما بحبش اخسر، ما بحبش يعني الزمالك يخسر 2-1، لكن نتيجه مميزه. بصوا الجمهور عامل ازاي، فهنا بقى في استاد القاهره هيبقى نفس الشكل ده كده، بس ايه بقى طول يعني كل الاستاد داير ما يدور بقى في الاستاد كله، وكلنا ورا الزمالك ان شاء الله يوم الاحد الجاي، وكلنا ورا الاهلي ان شاء الله يوم السبت القادم، بس الاهلي هيلعب في تونس في رادس المباراه الاولى. فبصوا المنظر عامل ازاي، جمهور الزمالك عامل ازاي، اي فرقه تيجي تتخض، وهتلاقي المنظر ده في الاستاد كله، في الداير ما يدور الاستاد وفوق وتحت وكل حاجه. ولعبت الزمالك طبعا لما بتشوف الجمهور ده، وجمهور عظيم، انا مش بجامل بقى جمهور الزمالك ولا حاجه، لا جمهور عظيم. يمكن جمهور الزمالك ده اخلص جمهور في التاريخ. فرقه الزمالك ياما قبل كده كسب بطولات وياما كتير خسر، ورغم ان الزمالك كان بيخسر او ما كانش بياخد بطولات فضل الجمهور ده واقف وراه على طول. فجمهور الزمالك ده حاجه رائعه، وجمهور بيحب فرقته فعلا، يعني مش بيحب فرقته بس عشان بتكسب، لا بيحب فرقته في كل الاوضاع، بيكسب بيخسر ورا فرقته في كل الماتشات. فالمنظر ده كده لما نقعد نذيعه ولعيبه الزمالك تتفرج، وحتى لعيبه نهضه بركان هيبقوا جايين عارفين ان هم جايين، لا مش موضوع مش سهل بالنسبه لهم. فلازم لعيبه الزمالك تستغل القصه، والحمد لله النتيجه برضو يعني كويسه. بس انا عايز الزمالك هنا في مصر باذن الله يامن نفسه، زي ما قال كابتن طارق السعيد لازم نهاجم بس يبقى في تامين دفاعي عشان ما يخشش فينا جون. وانا بقول ان احنا نلعب بنفس الطريقه اللي لعبنا بيها النهارده، محمد شحاتة برضو في نص الملعب جنب دونجا، ومعاهم حمدي ومعاهم زيزو ومعاهم سيف الجزيري، فتوح، عمر جابر، ابراهيم ندّاي، او مصطفى شلبي لو مصطفى شلبي جهز، انه كان مصاب اتعور في ماتش البنك الاهلي، فاكيد الجهاز الطبي برضو نادي الزمالك شغالين معاه، مش عارف هيلحق المباراه ولا لا، هنحاول نستفسر. الفريق هيعود بكره باذن الله ويبدا الاستعداد على طول لمباراه العوده ان شاء الله يوم الاحد القادم. وباين يعني ان جمهور الزمالك التذاكر خلصت، التذاكر نزلت ساعتين طاروا 60,000 تذكره ولا 50,000 تذكره طاروا. فباين ان جمهور الزمالك كمان مستعد للمباراه من دلوقتي، الناس كلها حتى بتكلمني في التليفون يا كابتن كريم مش لاقيين تذاكر خلصت، شوف لنا تذاكر، شوف تذاكر فين، طب ما تذاكر من خلال موقع تذكرتي. فالناس كلها طبعا الزملكاويه كلهم عايزين يروحوا ان شاء الله يحتفلوا بكاس البطوله، كاس الكونفدراليه يوم الاحد القادم، ويعود الزمالك مره اخرى للفوز بالبطولات القاريه باذن الله. طيب خليني اقول لكم بقى بعض الاخبار عشان هنتكلم على الزمالك تاني ان شاء الله في الجزء الاخير من الحلقه مع كابتن ابراهيم صلاح وكابتن حسام حسن. اقول لكم بعض الاخبار كده، هقول لكم حاجه عن الاهلي، والاهلي نزل بيان النهارده، بس البيان ده كان ليه اسبابه، بس هي اسباب غير معلنه. الاهلي النهارده نزل بيان هاجم فيه اتحاد الكوره، قال لك 4 طلبات عاجله للاهلي من اتحاد الكوره، يعني الاهلي طالب 4 حاجات من اتحاد الكوره. الاهلي طالب بعض الحكام الاجانب في بعض ماتشاته، عايز حكام اجانب في بعض المباريات. والنادي الاهلي بيطالب اتحاد الكوره بتطبيق اللائحه او تطبيق اللوائح في أزمة محمد الشيبي وحسين الشحات بسبب لجوء محمد الشيبي إلى القضاء، وهقول لكم مفاجأة دلوقتي على الموضوع ده. النادي الأهلي طلب من اتحاد الكورة إن هو اتحاد الكورة يبعت له اللائحة بتاعت كأس مصر والإفادة بالأسباب الحقيقية بعدم معاقبة المسؤول في اتحاد الكورة بإخفاء خطاب الكاف الخاص باستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 2022. دي كانت من 3 سنين، كان القصة دي إن كان جه جواب من الاتحاد الأفريقي لمصر إن هل أنتوا عايزين تستضيفوا نهائي دوري أبطال أفريقيا، فما حدش رد، فقال لك إن في مسؤول ساعتها في اتحاد الكورة أخفى الخطاب ده، وبالتالي الأهلي لعب البطولة خارج مصر، لعب نهائي البطولة يعني خارج مصر. ده ملخص البيان اللي الأهلي النهارده طلب فيه حاجات كتير من اتحاد الكورة. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل في موضوع الشيبي بقى بالذات إن لجنة الانضباط، كان طبعا أنتوا عارفين النادي الأهلي واتحاد الكورة، الاتحاد الكورة كان بعت أحال شكوى ضد محمد الشيبي، عشان الأهلي كان بعت شكوى ضد محمد الشيبي عشان محمد الشيبي اللاعب المغربي لاعب بيراميدز لجأ إلى المحاكم المدنية عشان في أزمته مع حسين الشحات، وده ضد اللوائح عندنا مفروض يعني. فاتحاد الكورة لجأ للاتحاد الدولي قال لك نعمل إيه في القصة دي، ولجنة الانضباط النهارده طلع، يعني هي القرار لسه مش معلن بس أنا عرفت التفاصيل داخل لجنة الانضباط. قال لك لجنة الانضباط قال لك لأ، محمد الشيبي من حقه ان هو يلجأ الى المحاكم المدنيه، فده طبعا زعل النادي الاهلي، وخلي بالكم زعل اتحاد الكوره كمان، ان اتحاد الكوره مش موافق على الموضوع ده، قال لك لا ان محمد الشيبي ما ينفعش يلجأ فيه هنا عقوبات رياضيه. فالمسؤولين في بيراميدز قال لك طب ما هو محمد الشيبي ما خدش حقه رياضيا، ما كانش فيه عقوبه على حسين الشحات قويه. فدلوقتي في ازمه، الاهلي في ازمه مع اتحاد الكوره، ومع اتحاد الكوره في ازمه مع لجنه الانضباط، ان لجنه الانضباط قالت بشكل غير معلن، انا عرفت التفاصيل او عرفت الكواليس، ان محمد الشيبي من حقه انه يلجا الى المحاكم الدوليه المحاكم المدنيه، وهم كانوا المسؤولين في نادي بيراميدز رافضين، والشيبي والمحامي بتاعه رافضين العقوبه بتاعت اللي اتطبقت على حسين الشحات بعد الواقعه، ان هو حسين الشحات يتوقف ماتشين، ايقاف ماتشين، قال لك عقوبه يعني ضعيفه. فهي دي التفاصيل، انا مش عايز اتكلم كتير في المواضيع دي يعني، بس انا بقول لكم التفاصيل طبعا، ان هي برضو حاجه تخص الرياضه وتخص الاهلي واتحاد الكوره ولجنه الانضباط وبيراميدز ويعني مجال كره القدم، لكن الوضع كده دلوقتي. لجنه الانضباط بتقول ان من حق محمد شيبي انه يلجا الى المحاكم المدنيه، والاهلي رافض القصه ومتضايق من اتحاد الكوره، واتحاد الكوره نفسه متضايق من اللي لجنه الانضباط بتقول ان محمد الشيبي يعني ان دي عكس الكلام اللي كان اتحاد الكوره اتكلم فيه مع الاهلي، ان هو ما ينفعش لاعب يلجا الى المحاكم المدنيه. فعشان كده الاهلي طلع الخطاب ده وطلع البيان ده بيطلب حاجات من اتحاد الكوره، وخلينا نشوف ايه اللي هيحصل. يعني انا برضو اتمنى ان الفتره القادمه محمد الشيبي لعيب مميز ولعيب محترم، حصل خطأ من حسين الشحات في بعد ماتش الأهلي وبيراميدز السنة اللي فاتت، وأتمنى، أنا عارف إن في مساعي للصلح وإن حسين الشحات اتكلم مع الشيبي كذا مرة وطلب إن يبقى في تصالح والكلام ده، أتمنى بقى من محمد الشيبي إنه لاعب، إحنا يعني مغربي زي مصري على فكرة، إحنا بنتعامل مع أشقائنا في المغرب وتونس، عندنا لعيبة كتير في الدوري المصري من تونس ومن المغرب ومن الجزائر لكنهم مصريين. أتمنى من الشيبي نفسه إن هو يتسامح ويتصالح مع حسين الشحات، وكلنا إخوات، ممكن يكون حسين الشحات أخطأ ولكن الشيبي برضو أنا عارفه لعيب راجل ولعيب بيحب مصر وبيحب المصريين وعايش وسطينا، وإحنا واحد، إحنا والمغرب كلنا وتونس والجزائر كلنا اشقاء، وكلنا يعني مصر بلدهم وهم يعني بيلعبوا في الدوري المصري وكده. اتمنى بقى من الشيبي نفسه انه يتسامح، ودي هتبقى حاجه موقف رائع جدا من محمد الشيبي يعني، وان شاء الله الامور تبقى يعني خير خلال الفتره القادمه، ما يكونش في ازمات يعني باذن الله. وبرضو ان حسين الشحات يتعلم الدرس ان العصبيه والحاجات دي ما تنفعش، لازم يتحكم في انفعالاته. لما الاهلي حتى يكون متعادل خسران مش لازم يحصل مشكله، عادي، الفرق كلها بتكسب وبتخسر، مفيش مشكله ان شاء الله خير يعني الفتره اللي جايه. طيب خليني اقول لكم ان هنبدا بقى نتكلم على الاهلي والترجي. النهارده اهو الحد والماتش خلاص كمان 6 ايام، المباراه الاولى الاهلي هيسافر يوم الاربعاء اللي جاي. النهارده الترجي لعب ماتش في الدوري التونسي، لعب مع فريق النجم الساحلي، وانتم عارفين المنافسه جامده جدا في تونس ما بين الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي والافريقي، يعني في 4 5، والملعب التونسي كمان السنه دي عمل موسم كويس. النهارده الترجي كسب النجم التونسي، نجم الساحلي التونسي 3-2 في الدوري التونسي في مرحله البطوله. بيلعبوا الدوري التونسي بشكل بيلعبوا في الاول مع يعني دوري، وبعدين بياخدوا عدد من الفرق يلعبوا مرحله البطوله، والفرق الثانيه بتلعب مرحله الهبوط او مرحله البقاء في الدوري. فالنهارده الترجي قدر يفوز على النجم الساحلي 3-2، والترجي كده على قمه الدوري التونسي برصيد 17 نقطه. طبعا دي اخر مباراه للترجي قبل ما يلاعب الاهلي يوم السبت القادم. فحبيت اقول لكم يا جماعه معانا اهداف المباراه. طيب يعني الترجي النهارده فاز على النجم الساحلي 3-2، ودي كانت اخر مباراه للترجي التونسي. هنحاول نجيب لكم الاهداف كده برضه نعرضها عشان يعني تعرفوا مستوى الترجي والاحداث اللي حصلت في مباراه الترجي النهارده والنجم الساحلي. الاهلي بيؤكد جاهزيه احمد نبيل كوكا لمباراه الترجي في ذهاب نهائي افريقيا. عمرو السوليه هيعمل اشعه جديده لتحديد موقفه من تدريبات الاهلي، ان كان عمرو السوليه مصاب الفتره اللي فاتت ولسه يعني بيعمل التدريبات التاهيليه والعلاج الطبيعي وكده، فهيعمل اشعه جديده عشان يشوف حالته وصلت لايه، هل هيقدر يكون موجود مع الفرقه ويخش التدريبات الجماعيه ولا لسه. الاهلي برضو تلقى النهارده الموافقه الامنيه بحضور 55,000 مشجع اهلاوي في استاد القاهره في نهائي افريقيا يوم 25 مايو امام الترجي مباراه العوده. موافقه امنيه ان 55,000 مشجع هيكونوا موجودين ان شاء الله في مباراه الاهلي والترجي يوم 25، برضو نفس العدد برضو في مباراه الزمالك ونهضه بركان ان شاء الله يوم الاحد الجاي. جمهور الاهلي برضو زي ما اتكلمنا على جمهور الزمالك من شويه، جمهور الاهلي جمهور عظيم، ويعني يمكن دايما بنتكلم في البرنامج هنا لما الاهلي بيكون عنده بيلعب مع ماتشات في افريقيا والاستاد بيبقى مقفول. انا دايما حتى هنا لسه المره اخر مباراه للاهلي قلت الاهلي هيكسب 3 لو تفتكروا، وقدر الاهلي يكسب 3، لان بيبقى عندي ثقه ان جمهور الاهلي بيحرك الصخر. يعني عندنا جمهور الاهلي والزمالك على وجه التحديد، الجمهورين دول لما بيلعبوا الاهلي والزمالك بيلعبوا ماتشات في افريقيا او ماتشات قاريه في استاد القاهره والاستاد بيبقى مقفول، لا بيبقى، وطبعا منتخب مصر يعني الجمهور ده بيحرك الصخر. فبرضه جمهور عظيم وجمهور بيحب فرقته وجمهور بيحب المكسب على طول. يعني يمكن جمهور الاهلي ما بيتقبلش الخساره، ممكن جمهور الزمالك شويه بيستحمل الفرقه وقت الخساره، لكن جمهور الاهلي ما بيتقبلش الخساره. ممكن الاهلي يبقى واخد 50 بطوله ومثلا الاهلي يخسر ماتش يزعلوا من المدرب ويزعلوا من اللعيبه ويزعلوا، لكن هم دايما السند برضه للنادي الاهلي. النادي الاهلي مش عايز اقول بقى جوه مصر بس، حتى لما بنشوف الاهلي في كاس العالم للانديه في السعوديه او في اي حته جمهور الاهلي بيقفل المدرجات. فبرضه الاهلي جمهوره، واللي انا قلته من فتره ان افضل حاجه في نهائي دوري الابطال ونهائي الكونفدراليه ان ماتشات العوده على ملاعبنا امام جماهيرنا في وسط ارضنا. فان شاء الله الاهلي برضه هيكسب، والاهلي بقى انا بقول لكم هيعمل نتيجه ايجابيه في الترجي في تونس، يعني اقل حاجه التعادل. لكن خلينا برضو نشوف كده ايه نتوقع قبل المباراه كده يوم الاربعاء اللي جاي، نقول لكم التوقع ان شاء الله حسب بقى الاستعدادات وحسب برضو استعدادات الترجي، بنحس كده نشوف القصه. انا امبارح قلت تعادل 1-1 الزمالك ونهضه بركان، لكن فلتت مني ونهضه بركان كسب 2-1. محمد الشناوي هيرافق بعثه النادي الاهلي في تونس ان شاء الله. يعني بيقولوا ان في اتفاق ما بين كولر والشناوي ان هو هيتواجد في قائمه الاهلي اللي هتسافر تونس، بغض النظر بقى عن عدم مشاركته كاساسي، لكن الشناوي دوره مهم جدا، دوره مهم ككابتن فرقه وكقائد للنادي الاهلي وكحارس كبير، لازم يكون موجود مع الفرقه حتى لو مش هيلعب، ويدي خبراته لشوبير والمخلوف واللعيبه، ويكون واقف جنب الفرقه في نهائي افريقيا. فاللي عرفته ان الشناوي هيسافر مع بعثه النادي الاهلي سواء بقى لعب او ما لعبش، بس هيكون موجود مع النادي الاهلي، وده دور محمد الشناوي. وكمان احنا مش مباراه عاديه، دي مباراه في نهايه افريقيا، لازم يكون موجود مع الفرقه، انه كابتن الفرقه ونجم الفرقه وحارس كبير وعنده خبرات كبيره جدا، لازم يقف وينقلها ان شاء الله لمصطفى شوبير. طيب النهارده كان في خبرين، انا هخرج شويه من الاهلي وارجع تاني. كان في خبرين يخصوا الانديه في الدوري الممتاز. رقم واحد مودرن فيوتشر، حصل تغيير في الجهاز الفني، رحل الكابتن تامر مصطفى المدير الفني، وتعاقد نادي مودرن فيوتشر مع الكابتن طلعت يوسف لمده موسم ونصف. كابتن طلعت يوسف طبعا اسم كبير ومدرب كبير جدا، كابتن تامر مصطفى كمان مدربين المميزين جدا وعمل نتائج كويسه ومن المدربين الشطار. ف وبرضه نادي الداخليه النهارده كابتن احمد كشري رحل، انا قلت لكم امبارح، النهارده تعاقد نادي الداخليه مع الكابتن عيد مرازيق. لكن خلينا الاول نناقش موضوع فيوتشر ورحيل الكابتن تامر مصطفى والتعاقد مع الكابتن طلعت يوسف. معايا على التليفون دكتور وليد دعبس، طبعا رئيس النادي، رئيس نادي مودرن فيوتشر. دكتور وليد ازي حضرتك؟ دكتور وليد تمام حضرتك، مساء الخير يا كابتن كريم. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور وليد. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. الله يخليك الله يخليك. فوجئنا النهارده بتغيير الجهاز الفني والتعاقد مع الكابتن طلعت يوسف. دي حقيقه النهارده كان في تغيير الحمد لله. انت عارف دايما كده، انا عايز بس اتوجه الاول بالشكر للكابتن تامر. كابتن تامر عمل مجهود مع الفريق، ويعني كان في لحظات احنا كان فيها المدرب السابق الاجنبي كان حصل برضه ان احنا يعني انهينا معاه التعاقد. أيوة. والكابتن تامر قدر يقوم بالدور بتاعه في الوقت دوت، الفريق حواليه، ويعني الحمد لله جه في ظروف صعبه، ولكن كابتن تامر اعتذر عن تكمله المشوار. كابتن تامر اللي اعتذر ولا القرار كان من ناحيه نادي فيوتشر؟ اعتذار من الكابتن. اعتذار من الكابتن تامر. احنا قبلنا اللعب، يعني احنا دورنا ان احنا بنقبل الاعتذار، وانت يعني يمكن احنا ده طابع عندنا يمكن في مجموعه مودرن ان احنا ما نقدرش نشغل حد معانا يكون يعني مش قادر يكمل في او يعني يعتذر او يكون مش يعني اقول لك مش حابب الشغل، فبالتالي قبلنا الاعتذار، ولكن طبعا يعني بنكن له كل احترام وكل محبه اكيد، ودايما احنا بنتعامل بمحبه واحترام مع الكل. هل كان في اختلاف في وجهات النظر في حاجه خلت كابتن تامر يعتذر ما بين الاداره وما بينه ولا؟ يمكن اقول لك حاجه، هو الكابتن تامر يمكن قال كلمه انا شايفها انها صحيحه ضمن الكلام، وهو ان هو كان غير موفق مع الفريق، هو عمل اللي قدر عليه ولكن كان في سوء توفيق. يعني دي كلمه حقيقيه ساعات بتبقى كابتن كريم حقيقه. ايوه يعني بعيدا عن يقول لك الخرافات، لا لا لا، دي ساعات بتبقى حقيقه وبتبقى بتعمل كل حاجه والفريق بيعمل كل حاجه، الكوره مش عايز تخش الجول بالظبط مثلا او يعني. فهو كان في دايما، أنا بشوف إن المدرب دائما يبقى يا إما يحالفه التوفيق مع فريق يا إما ما يحالفوش، فهو النهارده الكابتن تامر كان فعلا زي ما هو قال مفيش توفيق، هو بيعمل كل حاجة بس التوفيق مش موجود. كان مشكلة جنش ليها دور في الموضوع ده، استبعاد جنش من الماتشات ومش عارف موضوع ماتش الزمالك أنا عايز أقول لك حاجة، أنا ما بتدخلش في رؤية المدرب أو المدير الفني في الحتة ديت خالص. أيوه واخد بالك إن هو بيبقى له فكر معين، ولكن انت عارف ان جنش يعني انا من الناس اللي بعزهم جدا وبحترمهم، لان هو طبعا جنش لعيب كبير وكابتن وبيعرف ازاي يلم اللعيبه حواليه. ايوه ويعرف يلم مع الاداره في اوضه اللبس. جنش انا بشوف ان هو لا غنى عن جنش، يعني من الدواعي يعني اقول لك ايه، من الركائز الرئيسيه في يعني دي كانت من ضمن نقاط الخلاف ما بين الاداره وكابتن تامر، عدم وجود جنش او استبعاد جنش. لا بص مش نقاط خلاف الحقيقه يعني، ولكن بيبقى في ساعات يعني ايه علامات استفهام بين الاداره وبين المدير الفني، وده أيوة. طبيعي. لا طبيعي طبعا. وفي نقاشات بين بص انا عايز اقول لك حاجه، في اختلاف شويه يمكن في انديه الشركات او القطاع الخاص مع العلاقه بينهم وبين المدير الفني، خصوصا ان النادي ما بيبقاش جماهيري، لابد من ان انت تعرف كل شويه الاحداث ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ طب ايه السبب؟ يمكن تقدر تساعد انك انت دائما بتبقى عامل سبورت للاداره للمدير الفني وجهازه، فلازم تبقى عارف احداثه كل شويه، انما انك انت هتقعد في برج عالي وما تتفرجش ايه اللي بيحصل في جهازك الفني تبقى او في فريقك يبقى مشكله كبيره عند الاداره. ايوه. فبالتالي لا، احنا لا يوجد اي خلاف بيننا وبين كابتن تامر في اي شيء، بالعكس احنا يعني الاعتذار قبل ودائما هيفضل الموده والمحبه موجوده. اكيد. طيب ناخد المرحله الثانيه بقى، التفكير في التعاقد مع مدير فني واختيار الكابتن طلعت يوسف. يعني بص انا هقول لك حاجه، انا بس مش هقدر اتكلم على طبعا تاريخ ولا السي في كابتن طلعت يوسف ده، يعني فوق ان احنا نتكلم عليه. ايوه. سي في طويله سواء جوه مصر وبره مصر، يعني هو راجل متميز الحقيقه يعني. طبعا. بلس ان هو كمان يعني انا من اكثر الحاجات اللي كانت شداني اليه وهو حديث لي قاله، قال لك انا يعني ما ببقاش مجرد مدير فني، انا بخش في كل النقاط وبنزل لاوضه اللبس يعني بالنقاط كلها. ايوه. ليه؟ لان هو بيدور طالما تولى المسؤوليه يبقى هو لازم يكون على قد المسؤوليه ديت، لان دي هيبقى فيها حساب مع الاداره، فلازم يكون على قدها ولازم يعرف التفاصيل كلها. فانا دايما بامن ب اللي بيعرف التفاصيل ده كابتن كريم دايما بتلاقيه شخص ناجح. ايوه. تمام؟ بلس بقى طبعا السي في قويه جدا، وجود شخصيه قويه في الوقت ده، انا شايف ان احنا كمان محتاجين وجود يعني الكابتن طلعت بشخصيته في الفريق دلوقتي، يعني احنا محتاجين الشكل ده، الكاريزما دي محتاجينها في الوقت الحالي. ايوه. طبعا مع جهازه الفني اللي عرض علينا بقيه الجهاز محترمين جدا. يعني انا شايف ان شاء الله الكابتن طلعت يوسف هيقدر يعمل حاجه معانا باذن الله. شايف انه هيقدر يلم اوضه اللبس ويلم اللعيبه معاه بقوه. شايف هيبقى فيها يعني اقول لك ايه، يمكن بند الخبره موجود كمان. ايوه. والخبره دي مطلوبه زي ما انت النهارده بتتكلم على جنش، جنش مثلا وجوده مطلوب في الفريق، لان جنش النهارده عنصر خبره، جنش بيقدر يلم الناس حواليه. النهارده الكلام ده بقى مهم جدا، انت ما ينفعش تلعب بكله شباب ولا ينفع بكله كبار. صح. انت محتاج مزيج من ده وده، مزيج عشان تقدر تطلع التشكيل الحلو اللي نقدر نكسب فيه. انا يعني بهني طبعا الكابتن طلعت يوسف، وهني نفسينا بطلعت يوسف، لان الكابتن طلعت اسم كبير، مدرب طبعا كبير، فنيات كبيره، تعدد في الفكر. اتمنى ان شاء الله ان يحصل التوفيق، واتمنى له التوفيق مع ان شاء الله. التعاقد لست شهور بس لنهايه الموسم ولا الموسم القادم كمان؟ لا اعتقد التعاقد سنه ونص. سنه ونص. انا معايا الجهاز الفني هو كابتن منير عقيله مدرب عام، كابتن حسن موسى مدرب، دانيال خيمينيز مدرب مساعد، كابتن محمد يونس استمر كمدرب حراس مرمى، دكتور احمد عبد اللطيف مخطط احمال، كريم فهمي محلل اداء، كابتن علاء ميوب برضه انا قريت النهارده ان تم تغيير المنصب من مدير كوره لمدير رياضي. دي حقيقه برضه. كابتن علاء طبعا انت عارف قيمه قد ايه. طبعا كابتن علاء ميوب حاجه كبيره جدا. طبعا يعني انا على المستوى الشخصي بتربطني بيه كل الاحترام والمحبه، ولكن انا عايز اقول برضو انك انت محتاج انك تسيب دائما الناس تشتغل بفكرها. ايوه. يعني انا شايف ان النهارده اولا طبعا منصب مدير الكوره للكابتن علاء ما بقاش منصب، يعني عايزين حاجه اعلى للكابتن علاء، فكان المدير الرياضي ان هو هيبقى مشرف معاه على كل القطاع الرياضي ان شاء الله. كويس. بلس انك انت محتاج تدي فرصه للجهاز الفني الجديد انه يحط فكره في اللبس وبتاع، يعني عاوزين نغير المنظومه، وحتى يمكن انت لو شفت بقيه البيان احنا قلنا ومفيش مدير كوره في الفتره. انت يعني كابتن علاء بقى مدير رياضي لقطاع كره القدم كله. قطاع. اما بالنسبه لكلمه مدير الكوره دي احنا هنلغيها شويه كده، نشوف يعني المدير الفني الجديد هيبقى ماشي ازاي مع الفريق. لا بالتوفيق ان شاء الله. طبعا بنشكر كابتن تامر مصطفى طبعا على الفتره اللي فاتت، ومدرب مميز جدا، ونتمنى التوفيق لكابتن طلعت يوسف كقيمه كبيره وكمدرب كبير ان شاء الله. شكرا لحضرتك. الله يخليك يا دكتور وليد، بشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد داعبس طبعا رئيس نادي مودرن فيوتشر. ده كان تغيير النهارده في الجهاز الفني لنادي فيوتشر، وكمان حصل تغيير في نادي الداخليه زي ما قلت لكم، كابتن احمد كشري برضو استقال من تدريب نادي الداخليه، وتم التعاقد النهارده مع الكابتن عيد مرازيق، هو احد المدربين المميزين اللي كان ماسك قبل كده البنك الاهلي وصعد بيه من الدرجه الثانيه الى الدوري الممتاز، وكان ماسك المقصه ومسك انديه كتير، وكان مسك كيما اسوان، من المدربين المميزين جدا كابتن. ودايما المواقف الصعبه تلاقي كابتن عيد مرازيق موجود، هو راجل يعني بيقدر يتعامل مع المواقف الصعبة وعنده خبرات ومن المدربين المميزين جدا، نتمنى له التوفيق ان شاء الله. كابتن عيد مرازيق برضه في خطوته، وبنشكر برضه وبنحيي كابتن احمد كشري. على فكرة كابتن احمد كشري برضه عمل ماتشات كويسة قوي مع الداخلية، يعني الفترة اللي فاتت عمل ماتشات كويسة جدا جدا مع الداخلية ولعب كرة حلوة وهاجم وعمل نتائج كويسة، بس كان حظه وحش في كذا ماتش، منهم مباراة الاسماعيلي الأخيرة خسر في الوقت الضايع بالتسديدة بتاعت عبد الرحمن مجدي. فالراجل عمل شغل كويس جدا وحسن من أداء نادي الداخلية وبقى فريق برضه يعني يتخاف منه. مع الكابتن أحمد كشري برضه بحيي كابتن أحمد كشري إنه عمل شغل كويس جدا، بس طبعا ساعات عدم التوفيق بيخلي المدير الفني نفسيا يحس ان الدنيا مثلا مش ماشيه، في مشاكل ممكن نادي الداخليه برضو الامكانيات الماليه مش كبيره. ولكن بحيي بصراحه كابتن احمد كشري، انا اتفرجت على فرقته على فريقه وشغله مع نادي الداخليه الفتره اللي فاتت، عمل اداء مميز جدا، ونتمنى التوفيق ان شاء الله لكابتن عيد مرازيق كواحد من المدربين المميزين اللي بيقدر يشتغل في الظروف الصعبه وبيقدر يعمل شغل كويس جدا جدا جدا. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل تاني مع بعض في كرة كل يوم بعد الفاصل إن شاء الله. طيب قبل الفاصل انا كنت قلت لكم ان كابتن عيد مرازيق هيمسك فريق الداخليه. عايز اقول بس برضو الجهاز المعاون لكابتن عيد مرازيق، معاه طبعا كابتن سعيد صبحي مدرب عام، كابتن محمد زيكا مدرب وهو كان متواجد الفتره اللي فاتت، كابتن محمد زيكا، كابتن حازم محمد مدرب مساعد، كابتن خالد الزيني مدرب لحراس المرمى، دكتور احمد عبد اللطيف مخطط الاحمال، والكابتن محمود شكري مدير اداري لفريق الداخليه. طيب ده بالنسبه للداخليه. اتحاد الكره بيتواصل مع الاهلي لانضمام لاعبيه لمعسكر المنتخب يوم 28 مايو. انتوا عارفين طبعا كابتن حسام حسن طبعا المدير الفني لمنتخبنا عايز ياخد اللعيبه اسبوع بدري عن الاجنده الدوليه، المفروض الاجنده الدوليه هتبدا يوم 3/6، فكابتن حسام هياخد اللعيبه يعني 6 ايام بدري كده يوم 28، عشان طبعا كابتن حسام لسه ماسك المنتخب وعايز اللعيبه تركز وتتعرف على طريقه تدريبه وعلى فكره خلال الفتره القادمه، عشان الماتشين اللي جايين مهمين جدا في تصفيات كاس العالم. بوركينا فاسو يوم 7 ان شاء الله، 7/6 هنا في القاهره، ويوم 10/6 مباراه ثانيه في التصفيات او مباراه يعني اللي هتكون برده مهمه جدا مع غينيا بيساو. الماتشين دول يخلونا نقرب كتير 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 جدا جدا من الوصول الى كاس العالم. فالمسؤولين في النادي في اتحاد الكره بيتكلموا مع المسؤولين في النادي الاهلي عشان طبعا يضمنوا ان اللعيبه كلها تيجي بدري للمعسكر، لان طبعا المعسكر ده خارج الاجنده الدوليه. فلو يعني لو اتكلمنا لائحه الانديه ممكن تقول لك لا انا مش هودي لعيبتي بدري، بس احنا بنتكلم بقى احنا مصر كان انديه وطنيه بتحب المنتخب وعايزه المنتخب يعمل نتائج كويسه، فاكيد مفيش نادي هيرفض ان هو يبعت لعيبته 5-6 ايام بدري، خصوصا الدوري هيقف. الدوري هيقف. كابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات قال لك خلاص يعني الفتره بتاعت المعسكر المنتخب هيتلعب فيها الماتشات اللي هم 5-6 ايام من يوم 28 لغايه يوم 2/6 هيتلعب فيهم ماتشات دور ال 32 في كاس مصر. فهتلعب كمان من غير اللعيبه الدوليه بتاعت المنتخب، الانديه هتلعب من غير الدوليين. فاعتقد ان كل الانديه مش هتمانع، ان طبعا داخلين على ماتشين مهمين جدا في تصفيات كاس العالم. والله متاكد يا رامي. رامي طبعا رجب في زميلي في الاعداد بيقول لي ان تم تعديل المباراه الاولى لمنتخب مصر هتبقى يوم 6 مش 7، يوم 6 يونيو، والمباراه الثانيه هتبقى يوم 10. كويس، في فرق يعني 4 ايام ما بين الماتشين، ان احنا هنخلص ماتش 6 مع بوركينا فاسو وناخد طياره مسافه كبيره لغينيا بيساو، فبقى الماتش 6 مباراه بوركينا فاسو في مصر، والمباراه الثانيه مع غينيا بيساو يوم 10. يعني هم قدموا كده ماتش بوركينا فاسو يوم، بقى يوم 6. الاشعه بتثبت اصابه احمد الشناوي، بيقولوا عنده كده يعني كدمه في كعب رجله في الماتش اللي فات، ماتش بيراميدز والمصري، كان بصوا طلع مسك كوره كده ونزل على كعبه كده، ف عنده كدمه كده، وبيقولوا انه في عضله اسمها عضله اخمص القدم، عضله صغيره كده فيها شد وفي وجع كده برضه في كعب رجله وانكل رجله، فاحمد الشناوي يعني عملوا له اشعه طلع مصاب بعد المباراه، حتى هو المباراه دي ما كملهاش، نزل مكانه شريف اكرامي. فطبعا احمد الشناوي من الحراس المميزين جدا، ويعني هنشوف بقى فتره غيابه هتكون قد ايه يعني. بس هم بيقولوا ان الجهاز الطبي في بيراميدز، الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي في بيراميدز، بيقولوا ان هم هيتم تجهيزه في اقرب وقت ممكن. بيراميدز برضو بيعلن اصابه كريم حافظ بشرخ في وجه القدم، في وش قدمه عنده شرخ. كريم حافظ برضو اتعور برضو في الماتش اللي فات، الماتش المصري، فبرضو الشرخ ده برضو هيغيب فتره برضو كريم حافظ. بس برضو يعني بيراميدز لسه ما اعلنش فتره غيابه، 2 لعيبه مهمين من فريق بيراميدز. النهارده برضو خليني اقول لكم برضو على المنتخب برضو محمد صلاح. كابتن حسام حسن زي ما قلت لكم من اسبوع كده ان محمد صلاح حط كابتن حسام حسن حط محمد صلاح على راس قائمه اللاعبين المحترفين المختارين للمعسكر القادم. استاذ جمال علام كمان رئيس الاتحاد اجتمع النهارده بالجهاز الفني المنتخب الاول بقياده الكابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن، واجتمع كمان بالجهاز الفني المنتخب الاولمبي مستر روجيرو ميكالي. وبكره ده الاجتماع النهارده اهو، بصوا، مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم ومستر روجيرو ميكالي اللي هو مدرب المنتخب الاولمبي، وموجود محمود حرب المدير الاداري للمنتخب الاولمبي، وليد بدر المدير الاداري للمنتخب الاول. جلسه كويسه برضو يعني يشوفوا برضو كل الترتيبات لخلال الفتره القادمه، ان في معسكر للمنتخب الاولمبي ومعسكر للمنتخب الاول. المنتخب الاولمبي كمان عنده معسكر يوم 28، في نفس يوم معسكر المنتخب الاول. خلاص الاولمبيات قربت يعني، فده هيبقى معسكر قبل الاخير للمنتخب الاولمبي قبل الاولمبيات. وبرضه خلال الفتره الجايه يوم قبل يوم 24 مايو مستر روجيرو ميكالي هيرسل القائمه المبدئيه للمنتخب الاولمبي في الاولمبياد. انتوا عارفين 18 لعيب، منهم 3 لعيبه كبار فوق السن. القائمه المبدئيه خلي بالكم 50 اسم، يعني بيبعت 50 اسم، بس في الاخر بيختار بقى عدد قليل يعني. ماشي، ده بالنسبه للمنتخب الاولمبي. النهارده كان في مباراه برضو في الماتشات الفاصله اللي هي بتصعد لدوره الترقي للصعود للدوري الممتاز، مباراه ما بين منتخب السويس وكهربة اسماعيليه، الفرقتين اللي طلعوا اول في مجموعتهم. السويس طلع اول في مجموعته في الدرجه الثانيه ب او القسم الثانيه ب، ونفس القصه كهربة اسماعيليه. فكان لعبوا النهارده مع بعض عشان واحد منهم هيطلع يلعب مع سبورتنج وحرس الحدود، والكسبان من الترسانه وديروت على الصعود للدوري الممتاز. ده هدف المباراه، محمد شيكا لاعب منتخب السويس عدى من على خط الكورنر وعملها كده بالعرض، خبطت وغيرت اتجاه، راحت في المرمى، وقدر منتخب السويس انه يكسب النهارده 1-0 كهربة اسماعيليه. وكده منتخب السويس عنده امل في الصعود للدوري الممتاز. فيها توفيق برضو، الكره خبطت، كان هو بيعملها بالعرض، خبطت وراحت في اتجاه المرمى، والحارس كان حارس كهربة اسماعيليه كان خارج، اترمى كده عكس الكوره، فكان هدف السويس. وعايز اقول جمهور السويس يا جماعه مش ممكن، جمهور غير طبيعي ورا فرقته في كل حته. ويمكن كمان جمهور السويس النهارده لم فلوس تبرعات عشان يدوا مكافاه للعيبه. يعني قريت من شويه على الفيسبوك كده، جايبين ورقه مش عارف الحاج فلان اتبرع مش عارف بكذا، الحاج فلان اتبرع بكذا. جمهور يعني بيحب فرقته جدا، وبصراحه وحشونا منتخب السويس والترسانه والمنصوره والانديه الجماهيريه والاولمبي والانديه الجماهيريه الكبيره وكفر الشيخ ودمنهور والانديه الكبيره، وحشونا في الدوري الممتاز. فكده السويس صعد الى دوره الترقي اللي هي هتصعد للدوري الممتاز. انتوا عارفين النظام طبعا، ان في 6 اوائل في القسم الثاني ب، اللي هو الترسانه وديروت ومنتخب السويس وكهربة اسماعيليه وسبورتنج والمنصوره. السته دول هيلاعبوا بعض زي ما شفنا. سبورتنج كسب المنصوره بضربات الترجيح النهارده، منتخب السويس كسب قارات الاسماعيليه 1-0، بكره الترسانه هيلاعب ديروت في الجونه الساعه 4:30. اللي هيكسب من الترسانه وديروت هيروح مع سبورتنج ومع منتخب السويس ومع حرس الحدود اللي هو ثالث دوري المحترفين، هيلعبوا الاربعه دور الترقي. الاول فيهم هيروح دوري ممتاز مع بتروجيت والمحله، عشان ما تتلخبطوش، احنا عندنا دوري المحترفين خلاص صعد بتروجيت وغزل المحله. اوكي، الثالث بقى بتاع دوري المحترفين اللي هو حرس الحدود هيلعب دور الترقي دوره رباعيه مع سبورتنج اللي كسب المنصوره ومع السويس اللي كسب قرابه اسماعيليه ومع الكسبان من بكره الترسانه وديروت، هيلعبوا دوره رباعيه من دورين. الاول في الدوره الرباعيه دي اللي هو حرس الحدود وسبورتنج ومنتخب السويس، والكسبان من الترسانه او ديروت بكره الترسانه وديروت اللي هيكسب منهم يلعب مع حرس الحدود ومنتخب السويس وسبورتنج. الاول في الدوره دي هيلعب دوري ممتاز ويطلع مع او يصعد مع بتروجيت وغزل المحله، طبعا اللي صعدوا مباشره من دوري المحترفين. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل. مبروك للسويس النهارده، هارد لك طبعا لقارات اسماعيليه، مبروك امبارح لسبورتنج، وهارد لك للمنصوره. نشوف بكره بقى مين اللي هيكسب من الترسانه وديروت. بس عايز اقول لكم حاجه، السته اللي هم صعدوا اوائل مجموعات ثانيه بيه كده كده صعدوا دوري محترفين، يعني المنصوره صعدت دوري محترفين، سبورتنج صعدت دوري محترفين، الترسانه وديروت صعدوا دوري محترفين، السويس وقارات اسماعيليه صعدوا دوري محترفين. هنشوف بقى الفريق اللي من الثلاثه مع حرس الحدود ممكن واحد يطلع منهم دوري ممتاز. خلينا نشوف بقى، لسه دوره الترقي كمان هتتلعب خلال الفتره القادمه، بس طبعا بعد ما نشوف بكره نتيجه مباراه الترسانه وديروت. اعتقد انا شرحت الموضوع وفهمته، هي فيها يعني حاجات كتير كده مركبه، لكن اعتقد فهمته يعني. نروح بقى للالعاب الاخرى غير كره القدم. عندنا ملك اسماعيل بتحصد برونزيه بطوله كاس العالم للخماسي الحديث في بلغاريا. ملك اسماعيل لاعبه منتخب مصر للخماسي الحديث، كسبت الميداليه البرونزيه في كاس العالم للخماسي الحديث في بلغاريا. منتخب مصر لعب مباراه وديه النهارده مع قطر، ولعب برضه كسب البحرين، هيلعب مع قطر وكسب البحرين، طبعا في اطار استعدادات منتخب مصر لكره اليد لاولمبياد باريس. منتخب بدا يستعد للاولمبياد ان شاء الله الفتره الجايه، كمان في ماتشات في دوري كره اليد، النهائيات بتاع دوري كره اليد. اتحاد السله بيحدد يوم 6 يونيو لنهائي بطوله دوري سوبر الرجال. انتوا عارفين طبعا الاهلي صعد الى نهائي دوري سوبر الباسكت بعد ما كسب الزمالك في 3 ماتشات متتاليه، ولسه هنستنى بقى الاتحاد وسبورتنج اللي هيلعبوا ان شاء الله في الفتره من 25 ل 30 مايو، بيست اوف 5 اللي هيكسب منهم 3 ماتشات من الاتحاد وسبورتنج يطلع يلعب مع الاهلي في نهائي دوري سوبر الباسكت كره السله. وكان الاتحاد السكندري لسه من اسبوع كان كسب بطوله كاس مصر لكره السله، ده نهائي بقى الدوري، الاهلي كسب الزمالك خلاص في بيست اوف 5 وطلع صعد للنهائي. هنستنى بقى نشوف مين هيلاعب الاهلي، الاتحاد ولا سبورتنج. عندنا كمان احمد حسن كوكا النهارده لعب مع فريق الانيا سبور في الدوري التركي ضد بشكتاش، واحرز هدف. كان خسرانين، فريقه كان خسران 1-0 الانيا سبور، وكان احمد حسن كوكا كان احتياطي ونزل في الدقيقه 64 وقدر يحرز هدف التعادل، وتعادلوا النهارده الانيا سبور مع بشكتاش في الدوري التركي بهدف لاحمد حسن كوكا. خلي بالكوا في كلام على احمد حسن كوكا في الاهلي، ان الاهلي عايز مهاجم، انا سامع كده كان في كلام على احمد حسن كوكا الموسم القادم، في كلام على نني وفي كلام على احمد حسن كوكا، في كلام على تريزيجيه، بس تريزيجيه لسه عايز يكمل في اوروبا يعني. نروح بقى للدوري الانجليزي، والدنيا سخنه جدا ما بين الارسنال ومانشستر سيتي. خلي بالكوا ليفربول خارج السباق، يعني ليفربول خسر وخارج السباق. الارسنال كسب مانشستر يونايتد 1-0 وتصدر الدوري ب 86 نقطه، ولكن لسه مانشستر سيتي هيلعب ناقص له ماتشين، الارسنال ناقص له ماتش والمان سيتي ناقص له ماتشين، لو المان سيتي كسب الماتشين خلاص كسب الدوري. المان سيتي عنده توتنهام وعنده ويست هام، والارسنال ناقص له ايفرتون. فالارسنال كسب النهارده مانشستر يونايتد 1-0، والمان سيتي لسه هيلاعب توتنهام ان لعب مباراه اقل من الارسنال، وكده الارسنال 86 نقطه والمان سيتي 85. بس المان سيتي لسه هيلعب زي ما قلت لكم مع توتنهام. خلينا نشوف بقى، نشوف ايه اللي هيحصل. بس طبعا لو المان سيتي كسب الماتشين خلاص هيبقى هو فارق عن الارسنال. يعني نهايات الدوري الانجليزي بقى، ليونيل ميسي بيعترض على نظام الدوري الامريكي، يقول لك ان قوانين الدوري الامريكي مش مظبوطه وغير صحيحه. بيقول لك ان كان ميسي بيلعب ماتش في الدوري الامريكي مع فريق انتر ميامي ضد فريق مونتريال، وبعدين اتعور فخرج عشان يتعالج، فلما خلص العلاج وعايز ينزل الملعب الحكم رفض ينزله الا بعد مرور دقيقتين. وبيقول لك ان ده قانون في الدوري الامريكي، اللي بيخرج يتعالج بره الملعب لازم يقعد دقيقتين وبعدين ينزل. فبيقول لك ان يعني ليونيل ميسي استغرب من القانون ده، وقال ان هو يعني غريبه جدا، وان القانون ده غير صحيح، ان واحد مصاب يعني عشان يخرج لازم يقعد دقيقتين بره يتعالج، او ما ينفعش ينزل غير بعد دقيقتين. فليونيل ميسي بيعترض على قانون الدوري الامريكي. ريال مدريد احتفل بكاس الدوري الاسباني مع الجماهير، احتفل بيه. انتوا عارفين بقى الاتوبيس المكشوف، وبيلفوا بالاتوبيس المكشوف في مدينه مدريد. كسبوا الدوري السنه دي، ووصلوا كمان للنهائي الشامبيونز ليج امام بروسيا دورتموند مباراه النهائي. دي احتفالات ريال مدريد بلقب الدوري الاسباني، في حضور كمان كارلو انشيلوتي وبيريز رئيس النادي، كان كله موجود، والميدا عمده مدينه مدريد كان كله موجود يعني بيحتفل. زي ما انتم شفتوا كده اتوبيس مكشوف. المفروض تجيبوا لنا فيديو في الحاجات دي يا جماعه، ده فيديو يعني مش حقوق ولا حاجه، احنا بنعمل كده كل سنه يعني. يعني دي بعض الأخبار كده العالمية. خلينا بقى إيه، نخرج فاصل، نروح لإبراهيم صلاح ونروح لحسام حسن، نشوف رأيهم في مباراة الزمالك ونهضة بركان وتوقعاتهم لنهائي أفريقيا، نهائي الكونفدرالية، ونشوف رأيهم كمان في النهائي القادم، ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الجاي مع الأهلي. أحداث كتير، وهنتكلم في الدوري، وهنتكلم في حاجات كتير مع إبراهيم صلاح وحسام حسن بعد الفاصل إن شاء الله. خلينا نروح للكابتن إبراهيم صلاح والكابتن حسام حسن ونرحب بيهم طبعا، ونشوف رأيهم بقى في مباراة الزمالك النهارده ونهضة بركان وتوقعاتهم لمباراة النهائي، وأيضا ماتش الأهلي والترجي، ونتكلم عن الدوري، نتكلم في كل حاجة يعني مع إبراهيم صلاح وحسام حسن. ازيك يا هيمو؟ كابتن كريم ازيك؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ كله زي الفل. كابتن حسام يا كابتن مصر ازيك يا نجم؟ اخبار حضرتك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله تمام حبيبي الحمد لله. طيب هبدأ بإبراهيم بقى، الزمالك ايه رأيك في الزمالك النهارده؟ يعني الزمالك كنت حاسس ان احنا كنا نقدر نعمل احسن من كده يعني. مستوى فريق نهضة بركان فاجئني طبعا. الناس كلها كانت بتتكلم من قبل المباراة بفترة، والناس كلها عرفت وخطورتهم في الكور الثابتة وي وي وي. ايوه فدخلنا المباراة بشكل سيء جدا يعني. الراجل بادئ بالتشكيل اللي الناس كلها توقعته، واعتقد ان ده افضل تشكيل كان ممكن يبقى متواجد في المباراة، لكن بدأنا بشكل سيء جدا. البداية ليه وحشة، كانت وحشة قوي، لخبطة وميس باص بالظبط يعني. واضح ان هم اتأخروا بالاجواء وتأثروا شوية بالاجواء اللي في المباراة وضغط الجماهير، يعني كلهم خبرات اللعيبة يعني انا لو لاحظت الكوره دي يعني بلوم شويه حسام عبد المجيد في حاجه، يعني الراجل مبين من اول لحظه ان هو حابب يقع، يعني يعني ضربه الجزاء جت ابعد يعني ما تلتحمش خالص، لان هو باين ان هو عايز يعمل كده في كل كوره. فاول ما شفت اللقطه دي عرفت ان الحكم هيحسبها على طول، لان هم مستنيين اي حاجه من دي. فاعتقد ان وحصل فعلا في تلامس حصل. لا ما هو الفار طبعا هو الراجل عارف كمان ان في فار، حتى ممكن يجيبوها من زاويه تبين للناس ان في التحام في اي حاجه. هو اي كوره رايح عايز يقع من البدايه خالص، كان باين ان هو بيلعب على اللعبه دي. فكان اللي كان لازم نبقى احنا عندنا خبره في الموضوع ده، او اي لمسه في ال18 كان لازم ابعد، لان كان واضح ان النيه مبيته ان هم عايزين يعملوا على اللقطه دي. فانا بلوم شويه حسام في كده، لكن قدر يمسك نفسه شويه بعد كده. طبعا الجون الثاني خطا ساذج، لان مصر كلها بتتكلم عن خطوره الكور الثابته، والكابتن معين بيلعب على الكور الثابته، وبقى لنا اكتر من اسبوع الناس كلها بتنادي، والصفحات والمدير الفني واللعيبه وكل الناس بتقول خطوره الكور الثابته. ما يجي فينا برضو جون من كوره ثابته زي كده، فاعتقد ان ده اخطاء ساذجه يعني. فالحمد لله ان الشوط الثاني قدرنا نتدارك الموضوع شويه، قدرنا نمسك نفسنا، بالذات اول نص ساعه في الشوط الثاني قدرنا نجيب جون. اعتقد هيكون ليه مفعول السحر ان شاء الله في مباراه العوده، جون البطوله بالظبط كده. ان انت بتبقى محتاج 3-0، لو النتيجه كانت 2-0 دلوقتي محتاج جون واحد تكسب بيه البطوله، طبعا في ملعبنا في وسط جماهيرنا في استاد القاهره. فاعتقد ان الموضوع هيبقى مختلف تماما، طريقه لعب واسلوب لعب وكل حاجه. فالحمد لله على النتيجه دي، لكن انا كنت حاسس ان احنا كان يبقى عندنا في افضل، لان الفريق اللي قدامي مش مخوفني خالص. يعني احنا لما بدانا نمسك الكوره ونستحوذ كله نزل تحت الكوره عندهم ثغرات كتير جدا يعني. بس خلي بالك هو فريق نهضة بركان برضو معذور في حاجه، ان عندهم 6 لعيبه مهمين غايبين مصابين وموقوفين، ويمكن دكه البدلاء بتاعه نهضة بركان ما ساعدتش النهارده كابتن معين الشعباني ان هو يعمل تغييرات كويسه. ودي حاجه كان لازم انا استغلها بقى، يعني هو الظروف بتاعته كده، انا لازم استغل الظروف صح. دي والعب عليها واقدر اطلع بنتيجه ايجابيه. انا شفت اللي قدامي ان المستوى مش يعني مش ده اللي يخوفنا ومش ده اللي كان راعبنا. والجمهور برده مع احترامي 10000 مشجع اعتقد بيجوا التمرين في اي نادي في مصر، فالموضوع مختلف تماما. يعني انا هنا نادي الزمالك، يعني انا النتيجه دي بالنسبه لي انا اتفاجئت بالبدايه بتاعه المباراه، وده الغريب بالنسبه لي. انت لعيبه كلكم خبرات دلوقتي، ولاعيبه كبيره ولاعيبه ليكوا تقل، يعني اقل واحد فيهم لعب. يعني انا بالنسبه لي مثلا محمد شحاتة هو اقل واحد مثلا لعب افريقيا مع الزمالك، كان افضل الناس النهارده. لعب مع المنتخب الاولمبي بالظبط، انا بقول مع الزمالك لعب قليل بس كان من افضل الناس النهارده، وما عندوش رهبه وبيمسك الكوره وبيلعب لقدام وجريء. فانا شايفه من احسن الناس اللي كانت في الملعب النهارده. لكن الحمد لله نقول النتيجه مرضيه بالنسبه للجمهور. ان شاء الله المباراه الثانيه يبقى بالنسبه لنا اسهل ان احنا نجيب جون وناخد البطوله ان شاء الله. امبارح يا حسام كنت بتكلم في التشكيل وتوقعنا التشكيل بالظبط، وكنت انا بقول ابراهيم ندّاي هيبدا، وبعدين قالوا لي في ان كان تمرين الزمالك بالليل في وقت الحلقه قالوا لي لا ده الراجل حاطط سامسون في التشكيل الاساسي، سامسون إيكونولا. وفعلا لقينا سامسون النهارده اللي بادئ وما كانش ليه وجود خالص، وحتى لما اتغير يعني نقدر نقول الزمالك اشتغل كويس لما سامسون اتغير، ما كانش ليه يعني. حسيت ان الزمالك بيلعب ناقص النهارده. هو طبعا كابتن في البدايه نتيجه مرضيه بالنسبه لنادي الزمالك. فكره ان انت تطلع خسران 2-0 دي كانت هتبقى صعبه جدا بالنسبه لمباراه العوده. كنت هيتطلب منك الامر ان انت عايز 3 اهداف، ودي مع ضغط الجمهور، مع ان انت عندك عناصر لعيبه لسه اول مره تلعب في فاينل بالحجم ده في القاهره، كانت الامور هتبقى صعبه جدا. زي ما ابراهيم قال الراجل لعب بالتشكيل النموذجي بالنسبه لنادي الزمالك على حسب القماشه اللي موجوده، على حسب السكواد بتاعه. عنده لعيبه غايبه، عنده لعيبه غير مقيده افريقيا، عنده برضه عناصر خبره، وكابتن فرقه زي شيكابالا مش موجود، اكيد بيكون له دور كبير جدا مع الفرقه. لكن توظيف اللعيبه في حد ذاته هو ده اللي كان المشكله الاساسيه، خصوصا يعني انت بتلعب موافق ان سامسون يبدا على حساب ابراهيم ندّاي. انا موافق، لان سامسون هو اللي بياخد الفتره الاخيره، فمش من الطبيعي المنطقي ان انا اجيب ابراهيم ندّاي وهو بقى له فتره بيلعب. طبيعه ابراهيم مختلف، ابراهيم ممكن بيلعب جناح الشمال، هيعمل جبهه كويسه. بس انا التوظيف سامسون تحس ملوش دور في الملعب، ما تعرفش هو مهاجم تاني، ملوش دور. هو التوظيف بتاع سامسون في بدايه المباراه، خصوصا ان انت بتلعب قدام مدرب اشتغل في مصر وعارف كويس قوي الاهلي وعارف كويس قوي الزمالك بيشتغلوا بشكل عامل ازاي. هو اللي سهل على معين الشعباني المباراه النهارده بالذات الشوط الاول ان هو مذاكر نادي الزمالك، هو عارف ان حمزة المسلوسي احسن لعيب في نادي الزمالك في خط الضرب، يقدر ان هو يطلع بالكره من تحت، فبيضغط عليه ويبدا ان هو يسيب مساحه كبيره ويطمع ان عمليه التحضير تبدا من عند حسام عبد المجيد، لان هو عارف ان حسام قدراته الفنيه في حته الخروج بالكرة بيبقى فيها بطء شويه، وان الموضوع بياخد منه جزء كبير جدا من التفكير. ففعلا الكرة اتقطعت من حسام، بيتضغط عليه. ومع ان انت موظف سامسون قدام فتوح، هو مضيع المجهود بتاع فتوح النهارده. فتوح لا عارف يدافع كويس لان مفيش مسانده، ولا عارف حتى يهاجم، محدش بيربط معاه بشكل كويس. والدليل على الكلام بتاعي ده في التوقيت اللي الزمالك دخل فيه الجول الثاني على طول بدا الراجل يستوعب ان في مشكله ناحيه الشمال، لان دي الجبهه اللي كان مركز عليها فريق نهضه بركان، وراح عامل شيفت ما بين زيزو وشيفت ما بين سامسون، وودى سامسون الناحيه الثانيه او دخله عمق الملعب وجاب زيزو، فبدات الجبهه تشتغل شويه وبدا فتوح يروح ويعمل كرات عرضيه. انا قصدي بقى من الاول كان ابراهيم ندّاي بيشتغل كويس جدا في الحته دي، بيعرف يدافع وبيعرف يهاجم. انا كنت شايف ان سيف الماتش اللي فات، انا كنت شايف ان سيف كان ممكن يشتغل. هو سيف اصلا طول عمره يرجع يدافع مع فتوح. ما انت مش زي ابراهيم ندّاي، ماشي. ما هو ابراهيم ندّاي برضو المجهود البدني بتاعه ممكن ما يساعدوش ان هو يشتغل بالشكل ده، وانت ما عندكش اوراق كتير، ممكن ما يبداش الماتش يعني. او ممكن كنت تلعب بزياد كمال جنب دونجا وخلي احمد حمدي متحرر مع زيزو وسيف الدين الجزيري. الراجل برضو حب ما يعملش لخبطه كتير في الفرقه، يحرك حاجات كتير. شايف كده ابراهيم ان هو لو عمل كده ان حرر احمد حمدي مع زيزو تحت سيف الدين الجزيري ونزل زياد جنب دونجا وخلى قدامهم شحاتة، الزمالك كان هيبقى كويس جدا. لكن الزمالك طبعا الميزه او ميزه الفرقه الكبيره ان انت بتعرف ان انت تمسك نفسك. هو الزمالك مسك نفسه الشوط الثاني واستوعب وتدارك الامر ان الموضوع هيبقى صعب. واللي فرق مع الزمالك الهدف المبكر اللي سجله في بدايه الشوط، يعني كان ممكن الزمالك لو داس وصدق ان هو يكسب او يتعادل كان ممكن الامور تروح معاه بشكل افضل من كده، خصوصا ان نهضه بركان مش بنفس القوه وبنفس القدرات بتاعه الضجه الكبيره اللي اتعملت على المباراه. نهضه بركان السنه اللي فاتت كنسخه فرقه اقوى من السنه دي، وهم مميزين في الحته بتاعه البطوله بتاعه الكونفدراليه، وزي ما حضرتك بتقول عندهم غيابات كتيره، فدي 6 لعيبه بشكل كبير. يعني بدليل ان نهضه بركان اول ما الزمالك جاب جول الشوط الثاني وبدا الراجل يعني يشتغل شويه، واللعيبه بدات ان هي تستعيد الجزء الفني بتاع زي سيف الدين الجزيري. الشوط الاول برضه كله كان تايه يعني خارج الخدمه تماما مع سامسون، مقصرين على زيزو، مع ان نص الملعب برضه ما كانش فيه فعاليه هجوميه. يمكن شحاته بيحاول شويه بس برضه في مساحات كبيره، فبيضطر لعيبه نادي الزمالك ان هي تعمل مجهود كبير. فخلاص بدا بركان اول ما انت جبت الجول بقيت قريب، فبقى في تراجع، لان هو عارف ان الزمالك لو قرص في حته الادوار الهجوميه واللعيبه فائت في الجزء اللي قدام هتفرق كتير قوي بالنسبه للنتيجه. لكن في النهايه الزمالك عنده شوط ثاني في القاهرة يقدر من خلاله ان هو يحضر نفسه بشكل كويس، هيلعب على ملعبه، كل الدوافع موجودة معاه، عوامل المساعدة، والزمالك فرقة كبيرة. وانا اتوقع ان شاء الله باذن الله الزمالك يحسم البطولة هنا في القاهرة يعني ان شاء الله. يمكن حتى بعد المباراة دونجا اشتكى شوية من العضلة الخلفية، يعني في تقل كده، بس مش اصابة يعني، مش شد، مش مزق، اجهاد بس. هيقدر ان شاء الله يلعب المباراة العودة. وكمان جوميز قال ان هو يعني راضي عن اداء الزمالك خصوصا في الشوط الثاني ده نهائي برضه، هيدور على النتيجه. وقال لك هنبدا يعني نشتغل ونعد نفسنا من النهارده لمباراه العوده يوم الاحد اللي جاي. طيب ابراهيم، لو اتكلمنا عن اللعيبه المميزه النهارده في نادي الزمالك في المباراه، وطبعا مش هنتكلم عن الشوط الاول ان الزمالك كان الشوط الاول كله ما كانش مظبط يعني. الشوط الثاني مين اللي عجبك من اللعيبه، وشايف في مباراه العوده هنا الزمالك يشتغل ازاي، تشكيله ايه، طريقه لعب تبقى عامله ازاي، محتاجين ايه في استاد القاهره الماتش الجاي؟ النهارده عجبني محمد شحاتة، يعني حسيت انه عنده شخصيه، بيمسك كوره، بيروح، بيجري، بيستحوذ، بيستلم، بيلعب، فانا عجبني جدا. طبعا زيزو كمان كان قايم بدور كبير جدا. سيف يعني اعتقد ما كانش موفق في المباراه، لكن طبعا هدفه اللي جابه ده اكيد ليه مفعول السحر، فيعني اتحسب له ان احنا سجلنا في التوقيت ده، وهدف ده يبقى له تقله دهب في مباراه العوده ان شاء الله. أيوة. لكن الفريق ككل في الشوط الثاني يحسب له ان هم قدروا يمسكوا نفسهم ويبداوا يرجعوا، لان الشوط الاول كان كارثي والناس كلها بدات تقلق وكده، لكن الشوط الثاني يحسب له ان الفرقه كلها بدات تمسك نفسها وبداوا يتداركوا المشاكل اللي عندنا. دونجا كان كويس، احمد حمدي، اعتقد ان الشوط الثاني الدنيا اتلمت شويه، لكن اللي كان بالنسبه لهم مميزين جدا شحاته وزيزو، كان من افضل الناس في الملعب يعني. صح، وفتوح كمان على فترات. بالظبط، في الشوط الاول اكيد مش هنلومه شويه لان الفرقه كلها فعلا ما كانتش في مستواها، لكن الشوط الثاني بدأوا الدنيا تبقى احسن يعني. تشكيل انت تتوقعه او تتمناه او تفضله للزمالك في مباراه العوده؟ يعني اللي انا شايفه كده اعتقد بنسبه كبيره جدا نفس التشكيل ده مع خروج سامسون، لو ممكن مصطفى يلحق يرجع، مصطفى شلبي لو رجع لسه مصاب اعتقد ان هيفرق معانا بشكل كبير، هيفتح جبهه. ولو مش مصطفى ابراهيم ندّاي ما اكيد هيبقى افضل، وهيكون جهز شويه لان عارف ان هو كان راجع من اصابه، فاعتقد ممكن يستفيد بيه في المنطقه دي. نبدا ياخد الفتره اللي جايه هيفيدنا اكتر، لان سامسون حاسه في حته الجناح مش كويس. يعني سامسون هو راجل جوه الصندوق، اشتغل جوه كده او بيلعب زي المباراه اللي لعبها في درينزو، ممكن الراجل اعتمد على كده. اللي كان بيلعب تحت سيف كان ظاهر بشكل كويس، لكن حته الطرف هو شويه ممكن قليل فيها، فممكن نسيبه يكون كبديل، ممكن تبدا مصطفى شلبي او ابراهيم ندّاي. لكن باقي التشكيل اعتقد ما عنديش حلول تانية خالص تقدر تلعب في التشكيل، خصوصا عدم قيد ناصر ماهر وعبد الله السعيد. احنا بنتكلم في الامكانيات، عندك قايمه اجباريه بالظبط. واوباما برضو اكيد لو الفتره اللي جايه هيكون الناحيه البدنيه افضل، كان احتياطي النهارده بس واضح ان هو يعني حتى ما سخنش او اي حاجه، فواضح ان هو كان لسه جاهزيه قليله، كان حاسس ان هو كان موجود اكتر مع اللعيبه، ان هو يبقى موجود ككابتن ليهم. فبرضه لو اوباما جهز اعتقد ان هو هيكون له دور كبير في مباراه العوده ان شاء الله. حسام برضو نفس السؤال بالنسبه لطريقه وتشكيل الزمالك في مباراه العوده. هي هتبقى متوقفه على حسب الاصابات والجاهزيه بالنسبه للعيبه. عملوا مجهود كبير النهارده والزمالك عنده مؤجلات، ما اعرفش هل هيلعب اسبوع، يعني فرصه كويسه ان هيبقى عنده مساحه ان هو يبدا ان هو يعمل عمليه الاستشفاء بتاعته بشكل كويس جدا ويجهز اللعيبه. لو قدر ان هو يلحق الاصابات زي مصطفى شلبي برضه عنصر مهم، مش عارفين شيكابالا برضه هل هيكون متواجد ولا لا. لكن انا شايف شيكابالا عنده مزق في العضله الضمه، انا شايف الاماميه، أنا شايف إن الراجل مش هيخرج عن السيستم اللي هو بيشتغل عليه الفترة الأخيرة، وشايف من وجهة نظري إن ما يغيرش في التشكيل. يعني لو مصطفى شلبي مش هيكون موجود يلعب بنفس العناصر اللي اشتغل بيها النهاردة، مع اختلاف التوظيف إن هو ممكن يلعب 4-3-1-2، يخلي زيزو هو اللي حر، يروح يمين يروح شمال، ويلعب باثنين مهاجمين صراح، سامسون وسيف الجزيري. ممكن يبقى فيه قدام يعني كثافه عدديه في ابقى محتاج العب تكتل من فريق نهضه بركان، مش هفضي بقى. ما انا عندي زيادات ابراهيم بتيجي من تحت من شحاته ومن احمد حمدي، وابدا ادي مساحه لفتوح ان هو يشتغل لوحده. عمر جابر احسن فاهم انا اقصد ده يا كابتن، ان الفريق هيبقى واقف بشكل كبير دفاعي، انت الحل المنفذ الوحيد ليك هتبقى الاطراف، فلازم يكون انت عامل فيها جبهات. زيزو من هنا مثلا وحد بركان لما هيجي، يعني بركان اصلا النهارده حتى اول دقيقه في المباراه هو كان متحفظ، يعني لولا ضربه الجزاء وبدا يتجرأ عليك شويه، يعني لما يجي يلعب في القاهره هيبقى متحفظ زياده عن اللزوم. هو ده اللي انا بقوله، فانت هتضطر انك تخرج بره على الاطراف. ابراهيم يقصى عايز جناح 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 عشان يقدر يعمل جبهه. انا فاهم يعمل جبهه مع عمر جابر، وجناح يعمل جبهه مع فتوح. انا فاهم قصد ابراهيم كويس، بس عشان تكسر التكتل الامكانيات بقى المتاحه. ما هو شلبي مش موجود، هو الجناح الوحيد اللي بيقدر يشتغل. ابراهيم ندّاي يعني انا بصراحه بشوفه لعيب كويس، بس مش ده اللي انت تقدر تعتمد عليه. يعني انت محتاج حد عنده امكانيات وعنده قدرات مهاريه، يقدر يشتغل 1 على 1، يقدر يكون كويس جدا في عمليه الاختراقات من بره لجوه، يقدر يعمل ربط ما بينه وما بين فتوح، لان هيبقى في ربط برده وفي جبهه قويه الناحيه الثانيه فيها عمر جابر وفيها زيزو وفيها طرف او فيها حد من اللعيبه بتاعت نص الملعب اللي بيعمل الزياده. لكن هي الفكره ان انت اصلا كده كده عندك الاثنين التمانيتين، هم عندهم الدوافع، عندهم الدوافع الهجوميه كويسه سواء شحاته او حمدي، بس محتاجين يتحرروا في ظل وجود دونجا بيلعب 6 ودايما ثابت، بيحاول ان هو يلعب الناس ويبقى همزه وصل ما بينه، وفي نفس الوقت تبدا ان انت تضغط هجوميا قدام على حسب سير المباراه. والله المباراه لقيتها ان هي متازمه زي ما ابراهيم بيقول، وفي تكتلات دفاعيه في عمق الملعب، ابدا ان انا اعمل استرتش او اوسع الملعب واغير برضو التوظيف بتاع اللعيبه. لكن هي الفكره بتاعت العناصر في حد ذاتها، انا شايف ان هي مش هتخرج بنسبه كبيره عن المجموعه اللي الراجل لعب بيها النهارده، عشان كمان برضو عنده مصطفى شلبي مش موجود، عنصر مهم وبيعتمد عليه الفتره الاخيره، وهو بيحاول يدي بعض العناصر النهارده. ممكن يكون نزول ابراهيم ندّاي كتحضير للماتش اللي جاي، ممكن برضو نفس الكلام ناصر منسي الراجل اصلا مش بيعتمد عليه، بس ممكن يكون بيحضره للمباراه اللي جايه. برضه يبقى محتاج الكرات العرضيه ومحتاج ان هو يعمل ناصر برضه جوه ال 18 هيبقى مميز بالظبط. فالزمالك يعني هي الفرصه في حته عامل الوقت كويس جدا بالنسبه له، اسبوع كافي يقدر ان هو يشتغل على نفسه في الحته دي بشكل كويس ويجهز لعيبه. ناصر منسي بيشتغل الحته دي، ممكن يلعب مهاجم من ناحيه الشمال، وسيف الجزيري برضه على فكره هو سيف اصلا جناح بالظبط. سيف لعبها قبل كده معانا في المقاولين، بس اعتقد ان هو الراجل مش هيحاول يلعب كتير في التشكيل واللعب بالظبط، لان ده مش مباراه ان هو يفكر يجرب فيها. فانا بنسبه كبيره لو هيبتدي كده، يا اما خروج سامسون وممكن دخول حد مكانه في الحته اللي هي ناحيه الشمال، ده هيكون اقرب حاجه. فريق نهضه بركان هيجي مصر يدافع، خصوصا هم قلقانين من الجماهير وعارفين استاد القاهره والتذاكر خلصت، ويعني الدنيا هو بالنسبه له مش سهله، بالنسبه له هو بالنسبه له لحد دلوقتي هو واخد البطوله، يعني هو لحد دلوقتي عايز يحافظ على النتيجه اللي هو محققها في ملعبه. يعني يمكن هو كان بيسعى ان هو ما يخش فيه اهداف، لكن الزمالك قدر ان هو يسجل هدف، وده كان هو يعني عنق الزجاجه بتاع الزمالك اللي يقدر يخرج من صح. خلاله في المباراه بتاعه القاهره. فاكيد طبعا مع الضغوطات الجماهيريه، الضغط الجماهيري الكبير اللي هيبقى موجود على لعيبه الزمالك، هو ده عامل ايجابي وعامل سلبي، بس اكيد ايجابي بنسبه كبيره بالنسبه للعيبه نادي الزمالك. ولكن ما ننساش ان نهضة بركان لعبت ماتش كبير قوي قدام الزمالك في 2019 في برج العرب، برضه ابراهيم كان الاستاد كامل، تعبوا الزمالك جامد جدا في المباراه دي. في الفريق كان غير كده تماما. بالظبط يعني فاكيد هيجي يدافع، يلعب على الهجمه المرتده، ويبقى عامل حساب ان الزمالك هيبقى عنده اندفاع هجومي، لان الزمالك هيكون حريص ان هو عايز يخلص الماتش من بدري. فدي هتبقى فرصه كويسه بالنسبه لنهضة بركان، لكن انا شايف ان الزمالك ما يديش فرصه للكلام ده. الزمالك المفروض دافعه تبقى اكتر، اهدافه تبقى اكتر. اعتقد ابراهيم ان النهارده الزمالك السنه دي بالنسبه له البطوله دي هي اهم بطوله طبعا. الدوري الموضوع بالنسبه له فيه ازمه، بطوله الكاس برضه صعب، خلاص انت على بعد خطوه. حتى المشاركه في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه برضه هتبقى موضوع برضه فيه صعوبه. اللي يفوز بالكونفدراليه ولا هم لغوا دي ان اللي يفوز بالكونفدراليه يلعب دوري ابطال؟ لا هيلعب سوبر بقى، هيلعب سوبر افريقي، سوبر افريقي قدام الكسبان اللي يكسب بيلعب دوري ابطال، سوبر افريقي هيلعب سوبر افريقي. فماتش مش هيبقى سهل، خصوصا ان انت هتلاعب مدرب برضه كبير. يعني معين الشعباني من المدربين المميزين في شمال افريقيا بشكل عام وفي افريقيا، واشتغل قبل كده مع النادي المصري، واشتغل قبل كده مع سيراميكا، فهو متعود على الفرق اللي عندها كواليتي وعندها امكانيات كويسه بالنسبه للعيبه، فيعرف ان هو يتعامل مع الزمالك بشكل كويس. لكن ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للزمالك، ويكون المباراه اللي جايه يبقى في يومه، ويكون التوفيق حليفه ان شاء الله باذن الله. كابتن معين الشعباني برضو مدرب نهضة بركان في تصريحاته قال ان انتهى الشوط الاول في المغرب ويبقى الشوط الثاني في مصر، او هناك شوط اخر في مصر الشوط الثاني، وقال ان فريق نهضة بركان كان قادر ان هو يسجل اكتر من هدفين في الشوط الاول، وبيقول ان فرقته قدمت مباراه كويسه خصوصا في الشوط الاول امام منافس قوي اللي هو الزمالك، وقال ان نتيجه الفوز بهدفين لواحد تخدم الفرقتين. يعني نهضة بركان لغايه دلوقتي هو كسبان، وبرده الهدف اللي احرزه الزمالك برده لصالح الزمالك، بتقربه برده ان هو من النتيجه كده، عشان برده يدي ثقه لفرقته ان هو عمل نتيجه كويسه. لكن انا يعني الحمد لله نتيجه 2-1 دي اعتقد بنسبه كبيره جدا في صالح الزمالك. يعني شايف 2-1 دي تعتبر من افضل النتائج اللي انت تقدر تعمل بيها بره. كنا عايزينها 1-1. ما هو 1-1 دي برضه يا كابتن حاسس انك هتيجي هنا ممكن اللعيبه تلعب على 0-0 والحاجات دي تخلي اللعبه. لكن انا النهارده من اول دقيقه لازم اجيب جون، عايز اجيب جون اخد البطوله. هيجيب جون للزمالك وان شاء الله يكون قادر، لان انت عارف طبعا الحماس وجمهورنا الزمالك في الحاجات دي. زي ما حضرتك ذكرت من شويه ان التيكت خلصت بعد، لا ده قالوا لي دلوقتي خبر حلو لجمهور الزمالك، قال لي ان في دفعه جديده من التذاكر هتطرح خلال 48 ساعه بالظبط. وبيخلصوا دلوقتي ساعه الناس كلها كانت، حتى اللي هيطبع ده هتلاقيه محجوز لان في ناس ويتنج كتير جدا. اعتقد جمهور الزمالك كله هذا مباراه مصر كلها هتروح بالظبط كده. فان شاء الله بس لازم يخلي بالهم برضه يا كابتن من حته الكور الثابته، لان طبعا فريق نهضة بركان 90% من خطته في الماتش اللي جاي ان هو يخطف من خلال كره ثابته من فاول بالظبط كده. فلازم نخلي بالنا من الحاجات دي، ولان لو جه فينا جون في مباراه العوده فالموضوع هيبقى صعب جدا. لكن انا حاسس ان الزمالك ماشي في الاتجاه الصحيح. ان شاء الله المباراه اللي جايه نقدر نفرح بالبطوله كلنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، بالتوفيق طبعا للزمالك في مباراه العوده. وهو صوره الجماهير يا حسام، محدش هيجي مصر ياخد مننا البطوله ويطلع بيها باستاد القاهره ان شاء الله. طبعا احنا عندنا 2 فاينل دوري ابطال افريقيا مع الاهلي، وفاينل كونفدراليه مع الزمالك، ونتمنى ان القطبين بتوع الكره المصريه وافريقيا بشكل عام يرجعوا للوضع الطبيعي، او يبقى في وضعهم الطبيعي اللي احنا متعودين عليه. الزمالك مش اقل من اي فرقه في افريقيا، والاهلي برضو نفس الكلام. والزمالك واخد البطوله قبل كده، والاهلي برضو واخد دوري الابطال، واخد كونفدراليه قبل كده. فاحنا محتاجين نشوف الفرقتين برضو بيلعبوا سوبر. كان من فتره كان في نهائي القرن، ما الناس كلها كانت مبسوطه بالمباراه، وان الزمالك والاهلي موجودين في يعني حدث كبير بالحجم ده. ودي كلها في النهايه بتصب في مصلحه منتخب مصر، ان انت بتعلي من الريت ومن المستوى بتاع الدوري المصري طبعا. واللعيبه بيبقى عندها طموح بقى، وعندها اهداف، وعندها دوافع مختلفه. يعني طيب هخرج من الزمالك، وان شاء الله يعني باذن الله الزمالك يحقق البطوله يوم الاحد الجاي، وكلنا في ظهر الزمالك وبنساند نادي الزمالك ان شاء الله. اعتقد كل مصر، مش الزملكاويه بس، لا كل مصر عايزه الزمالك ياخد الكونفدراليه، وكل مصر عايزه ياخد الاهلي دوري الابطال، مش الاهلاويه بس. يعني ان شاء الله البطولتين يكونوا من نصيب الزمالك والاهلي، او الاهلي والزمالك ان شاء الله. هروح للاهلي والاهلي عنده خلاص مباراه الترجي قربت، بس هاخد الاهلي من زاويه الدوري ورايكم امبارح في ماتش البلديه وفوز الاهلي على البلديه امبارح في الوقت القاتل في الوقت الضائع بعد مباراه ما كانتش سهله يا حسام على الاهلي. يعني شخصيه البطل. الاهلي كان متاخر في النتيجه، البلديه عملت مباراه كويسه جدا، كابتن احمد عبد الرؤوف بيقدم مستويات كبيره في الدوري السنه دي رغم ان النتائج الفتره الاخيره مش افضل حاجه، ودي غصب عنه برضو القماشه والمساحه بتاعه السكواد بتاعته مش هتساعده ان هو يفضل ماشي بشكل كويس يعني لفتره طويله. لكن النادي الاهلي عنده مؤجلات، والاهلي اتعطل السنه دي كتير جدا بسبب البطولات الاخرى. الاهلي بيلعب طبعا في دوري الابطال وبيلعب في الكاس وبيلعب في الرابطه وبيلعب في الدوري، وعنده لعيبه بتروح المنتخب وعنده اصابات وعنده مشاكل كتيره، فهو بيحاول ان هو يعني يكون ملم بكل حاجه على قدر الامكان، وده دور الجهاز الفني ودور اللعيبه برضه يا كابتن كريم. يمكن الراجل بيجيد التعامل الفتره الاخيره مع السكواد بتاعه، احنا دايما بنتكلم الناس كلها بتاخد وتشارك، لا دايما بنتكلم ان الراجل كان عنده مشكله قبل كده. انا الفتره اللي فاتت بطلع اقول ان كولر كان عنده ازمه وعنده مشكله ان هو خسر جزء كبير جدا من اللعيبه، ناس كتير ما بيعجبهاش الكلام ده لكن دي كانت حقيقه فعلا. لما الراجل بدا ان هو يرجع يبص للعيبه بتاعته ويتعامل مع اللعيبه كلها ان هم واحد، اللي بره زي اللي جوه، وده بياخد في دوره وده بياخد في وقته، بدأ النادي الاهلي يظهر بشكل كويس، بيقدم مردود كويس كأداء وبيكسب لأن هو بيستحق ان هو يكسب، وده اللي عمله في مباراة المحلة ان هو كان مصر على المكسب وكان عنده إصرار على المكسب ومتمسك رغم الدقيقة 95 و97 لكن بيجيب هدف الفوز. فدي برضو نقطة كويسة، خصوصا ان بيراميدز بيكسب، وبيراميدز كان بيلعب في نفس الوقت قدام النادي المصري وبرضه جاب جول في الدقيقة 86 حاجة كده، رمضان صبحي. هنتكلم على المصري وبيراميدز يعني. هي الفكره ان الاهلي محتاج يكسب المؤجلات بتاعته عشان مش هينفع ان هو يتعطل تاني ويخسر من الزمالك. بص هو دلوقتي الفرق 4 ماتشات، الاهلي لعب 15 وبيراميدز لعب 19 والاهلي دلوقتي لو كسب ال4 ماتشات اللي هو بينه وبين بيراميدز هيبقى زياده عن بيراميدز بنقطه بالظبط، بيراميدز دلوقتي 44 والاهلي لو كسب ال4 ماتشات يبقى 45، اللي هو الاهلي دلوقتي 33 اعتقد. 33 فلازم الاهلي يكسب ماتشات المؤجله عشان يحصل بيراميدز ويعدي بيراميدز. لو الاهلي خسر اي نقاط بيراميدز هيبقى هو المتصدر. لا وكمان الدوري دايما الدور الثاني بيبقى صعب. انت شفت ولسه الاهلي وبيراميدز ما لعبوش بعض كمان، ما لعبوش مباشره، الاهلي وبيراميدز والزمالك والاهلي الدور الثاني، يعني في ماتشات هتبقى صعبه، فما كنتش انت تعرف تجمع عدد كبير من النقاط، خصوصا ان انت بتلعب دايما على البطوله. فدي هتسبب لك مشكله، لان واضح ان في دوافع كتيره عند اكتر من فرقه. بيراميدز دوافعها واضحه دوري بالنسبه للناس السنه دي، ان هو بيلعب على بطوله الدوري وماشي فيها بشكل كويس، كسبان 6 ماتشات ورا بعض، 7 يعني ما خسرش ولا مباراه السنه دي خالص. بيراميدز يمكن هو بيتعادل بس بيكسب كل الماتشات وماشي بشكل كويس. المصري برضو بيتسحب وبيشتغل بشكل كويس. النهارده الاتحاد السكندري بدا يرجع للمكاسب تاني، زد بدات تشتغل كويس الفتره الاخيره، مكاسب برضو متتاليه، فالناس كلها عندها دوافع وكله بيشتغل على حسب النتائج اللي حواليه. يعني برضو هو الاهلي هيلاعب المصري وهيلاعب الاتحاد تاني وهيلاعب زد وهيلاعب بيراميدز، فكله بيحاول يجمع نقاط، والظروف ممكن تخدم اي فرقه. انا شايف ان الدوري السنه دي صعب، يعني ممكن انا بتكلم مع ابراهيم قبل الهوا وبتكلم مع ناس زمايلي ان انا احساسي ان الدوري السنه دي هيبقى بره الاهلي والزمالك، مش شرط يروح لبيراميدز، مش شرط يروح للمصري، مش شرط يروح يعني هو بيراميدز اقرب فرقه بالظبط طبعا يعني تنافس الاهلي. يمكن الزمالك بعد شويه بعد ماتش سموحه كامكانيات، لكن ظروف الدوري يا كابتن انا بشوف ان دايما كتر المؤجلات بتعمل مشكله للفرق الكبيره. عدد النقط، لان في ناس تقول لك ايه اصل الاهلي عنده 10 مؤجلات كده هو ضامنهم انه يكسبهم. لا مش الموضوع ما بقاش سهل زي الاول، كله شبه بعض والمستويات بقت متقاربه بشكل كبير يعني. طيب هنطلع فاصل ونرجع ناخد راي كابتن ابراهيم صلاح في ماتش امبارح الاهلي والبلديه، والمباراه دي تفرق مع الاهلي قد ايه قبل مباراه الترجي؟ اكيد معنويا طبعا كاسبين، فهتديهم دفعه في مباراه الترجي يوم السبت القادم، وزي ما قلنا الاهلي مسافر الاربعاء ان شاء الله الى تونس عشان المباراه هتكون يوم السبت في استاد رادس باذن الله. بعد الفاصل نكمل مع الكابتن ابراهيم صلاح. طيب ابراهيم قول لي يعني برضو رايك في الاهلي امبارح مع البلديه وارتباط مباراه امبارح او مكسب امبارح الاهلي ومباراه الترجي يوم السبت اللي جاي ان هي خلاص اخر مباراه للاهلي قبل السفر لتونس. انا عايز اتكلم عن المباراه دي برضو، يعني مش عايز ادي كل المكسب للاهلي بس، لا يعني عايز اشيد برضو بلديه طبعا. البلديه اللي عملوا المباراه امبارح بينت شغل احمد عبد الرؤوف في حاجه واحده بس، ان هو كان مذاكر النادي الاهلي ومفاتيح لعبه بشكل كويس جدا، لدرجه الناس كلها قالت لو البلديه بيلعب بالطريقه دي او بالشكل ده او بيذاكروا الفرق كلها كده اعتقد كان موقفهم هيبقى متغير خالص عن اللي هو ده. لكن النادي الاهلي كسب طبعا بخبرات لعيبته، باللعيبه الذكيه اللي عنده، يعني لو شفنا الجونين طبعا جايين في وقت صعب جدا وفي كور ثابته، فموضوع الكور الثابته ده بقى يعني مشكله كبيره لكل المدربين تقريبا، لان ده بتبقى عدم تركيز ومسؤوليه من المدافعين، دي ما فيهاش مدير فني ولا فيها اي حد مسؤول، كور ثابته تقدر انت بتعمل مان بتعمل بوزيشن تقدر تتعامل مع الكور الثابته دي. فاعتقد ان البلديه خسر بكورتين ثابتين، النادي الاهلي بخبراته بدوافع لعيبته، طبعا ان هو بيلعب على الدوري وجمهوره اللي كان موجود قدر يحسم المباراه، هتبقى اديله دفعه معنويه قويه جدا عكس اللي قلناه في مباراه سموحه للنهائي بتاع افريقيا مع نادي الزمالك. لا النادي الاهلي قدر يفوز ويفوز بطريقه حلوه ومكسب حلو بيجي في الاخر، ده بيبقى له طعم كويس واحتفال كويس، فهيساعده بشكل كبير على مباراه الذهاب بتاع الترجي، ان المعلومات هتبقى عاليه، بدا يرجع كهربا، شفنا قفشه بعد المشكله البسيطه وموديست كمان جون المكسب، كانش يعني في الاول حسيته كان زعلان لانه اكيد بيتعرض لانتقاد وبتاع، بان على وشه كده في كذا لقطه، لكن برده ممكن الجون ده يديله ثقه ويرجعه بشكل كبير، ونبره الجمهور دايما مع موديست ده بتتغير بعد ما يجيب اجوان. فاعتقد ان المباراه كلها مكاسب للنادي الاهلي قبل النهائي. هل في بعض اللعيبه تراجع مستواها مثلا في الاهلي؟ ولا شايف مش موضوع تراجع قد ما هو مثلا الفريق الثاني كويس، لازم نقول كده برضو بنديله حق ان الفريق الثاني لعب مباراه كبيره، ان لعيبه الاهلي مضغوطه شويه، يعني انا الفتره الاخيره بقول ان امام من احسن اللعيبه، اعتقد مباراه امبارح كان مستواه بعيد جدا، ما كانش في الموضوع بالظبط كده، فاعتقد برضو تلاحم المباريات والقرب بين المباريات ده وان كولر معتمد على اللعيبه دي بس، فاكيد هيبين شويه، وتفكير اللعيبه ممكن في نهائي افريقيا ما فيش حد عايز يخسر ان هو يتعور يحصل له حاجه، فالموضوع ده يبقى فارق شويه مع النادي الاهلي او مع اللعيبه شخصيا، لان انت عارف نهائي افريقيا بيبقى حلم لكل اللعيبه والمباراه قربت زي ما حضرتك بتقول، فاعتقد ان المكسب ده كل النواحي نقدر دلوقتي انت ابراهيم وحسام تتوقعوا انتوا الاثنين مع بعض تشكيل الاهلي في ماتش الترجي في ضوء يعني مستوى الفرقه الفتره اللي فاتت والتشكيل الامثل لماتش الترجي؟ مش هيتغير عن الفتره اللي فاتت، هو الراجل بيحاول ان هو يدور الفرقه بحيث ان الناس كلها تبقى جاهزه، لو احتاج اي حد يكون متواجد بالنسبه له، ويوزع الحمل على اللعيبه في ماتشات الدوري، عبد المنعم ورامي وشوبير، مصطفى شوبير، عبد المنعم ورامي وعلي وهاني دلوقتي، مروان واكرم وامام، مروان واكرم وامام عاشور، ومين قدام؟ وسام ابو علي وحسين وبيرسي بالظبط، ممكن يشتغل كده، ممكن كمان يلعب بكوكا مثلا بحيث ان هو يدافع هناك، كوكا خلي بالك متعور على حساب اي حد من النص، لا كوكا متعور، اكرم ماشي بشكل كويس لسه بيجهز على حسب كوكا وعمرو السوليه، السوليه عنده الضمه، انا شايف ان كمان اكرم بدا مش هيبقى موجود خلاص، اكرم بدا ياخد ماتشاته بدا يلعب في نص بشكل كويس، عامل اداء كويس بالظبط كده، وجود مروان وامام اكيد اساسي بشكل كبير، فاعتقد مش هيخرج بره المجموعه دي. صح. طيب خلينا نروح بقى للمتصدر الدوري، برضو لازم ندي بيراميدز حقهم اكيد. رايكم ايه في بيراميدز وماتش المصري امبارح؟ هبدا بابراهيم، وبرضه حسام انا عارف انت دايما متابع ماتشات المصري انا بشوفك على الفيسبوك على طول، اتفرجت على الماتش امبارح، ما انا عارف المصري وبيراميدز، يعني اتفرجت يا ابراهيم؟ بيراميدز يعني كنت بتابع شويه ماتش بيراميدز كده. بيراميدز عندها ميزه دلوقتي ان هي حاسه ان هم بقوا زيهم زي الفرق الكبيره، وهم فعلا فرق كبير بالسكواد وبطريقه اللعب، ان هو راجل متصدر الدوري، المكسب بتاعه بيجيب مكسب ودي ميزه كويسه جدا، حتى المستوى ممكن في بعض المباريات ما بقاش كويس لكن بيعرف يكسب. المباراه اللي قبليها مطرود منه واحد قدر يكسب برده في اخر دقيقه بعد ما كان خسران 1-0 يكسب 2-1 في الاخر، فاعتقد بيراميدز ماشي في الاتجاه الصحيح، وانا يعني شايف بنسبه كبيره يعني لو اي تعثر للاهلي خاصه الاهلي عشان فرق النقاط والمباريات ممكن ياخد الدوري، ان بيراميدز يقدر بالسكواد واللعيبه اللي عنده والروح اللي بقت عندهم او اللمه. حتى لو لاحظت كابتن الجهاز والجهاز الاداري والناس دي طريقه تعصبهم دي مش فريق بيقعد في الدوري او عايز يقعد في الدوري بالظبط كده، مش عايزين يضيعوا ولا نقطه بالظبط كده. فاعتقد دي ميزه كبيره، وان فريق يكسب 6 مباريات متتاليه مكسب ورا بعض دي فريق بطوله، يعني ده مش اي فريق كده عشوائي يقدر يعمل كده، ده فريق بطوله اللعيبه الموجوده عنده كمان تشجعه او تهيئه ان هو يقدر يعمل كده بشكل كبير. فبيراميدز ماشي في الاتجاه الصحيح، اتمنى ان انا اشوف ان بيراميدز بيتوج ببطوله دوري، يعني حاجه تسعد الناس كلها ان الموضوع يخرج شويه بين الزمالك والاهلي. في ناس هتزعل، ما هو تزعل بقى، انا ماليش دعوه، انا على المستوى الشخصي اتمنى عايز فرقه ممكن يكون فرقه تاخد دوري بره الاهلي والزمالك ياخدوا الدوري. اعتقد ان بيراميدز يكون الاقرب، والموسم ده بالنسبه لهم هم مختلفين شويه عن المواسم اللي فاتت، لان هم بيعرفوا يكسبوا، كانوا هم بينافسوا المواسم اللي فاتت بينافسوا، لكن موضوع ان هم يكسبوا في اي وقت وفي اخر دقيقه وممكن يخسروا من فرق صغيره في الجدول، ده اللي كان مضيع منهم النقط، لكن هو دلوقتي ماشي في اتجاه صحيح ومركزين بشكل كبير يعني. فبنقول هارد لك برده للمصري، فريق كبير وكان بيلعب هو تاني الدوري وتحتيب النقط، فرقت معاه المباراه دي برده، فبنقول لهم هارد لك، لكن بيراميدز يستحق المكسب ده يعني. طب حسام قول لي بقى فنيا تحليلك الفني في 3 دقايق 4 دقايق كده الماتش البيراميدز والمصري. يعني طبعا ماتش كان مهم بالنسبه للفرقتين، اول الدوري مع تاني الدوري حتى لو بشكل مؤقت. بالنسبه للمؤجلات المصري ماشي بشكل كويس قوي الفتره الاخيره مع كابتن علي ماهر، وبرده نفس الكلام، كسب فاركو وكسب الجيش وكسب الداخليه وعنده انتصارات متتاليه، رغم ان هو اتاثر بشكل كبير جدا بعد فتره التوقف، ودي عاده سيئه وسلبيه عند اكتر من فرقه موجوده في الدوري. اتاثر برده نفس الكلام اتحاد السكندري، اتاثر المصري بالحته دي بشكل كبير، والمصري كان داخل المباراه بدوافع مختلفه، ان هو برضه عايز يستغل ان في فرق بتقع، الاتحاد بيخسر من الاهلي خساره كبيره بس بيكسب المقاولين فبيضغطوا، نفس الكلام بيراميدز مضغوط ان هو عايز يكسب، فدي برضه ممكن تبقى فيها نقطه سلبيه شويه على اللعيبه، ان انت بتلعب وانت مضغوط عكس ما انت بتلعب وانت مرتاح شويه. لكن انا شايف ان مكسب كان مستحق بالنسبه لبيراميدز. بيراميدز عمل مباراه كبيره جدا امبارح، وزي ما ابراهيم قال بيراميدز بيتحلل الفتره الاخيره، معظم ماتش الاستحواذ لبيراميدز وكان الضغط لبيراميدز. ما هو المصري اصلا ما كانش متواجد في المباراه، انا بتكلم هجوميا كان المصري بيدافع ودفاعيا. انا شايف ان كابتن علي، يعني كابتن علي ماشي بشكل كويس وراجل مدرب كبير ومحقق نتائج موسم استثنائي بالنسبه له على مستوى الارقام، يعني ارقام بتاعته ممتازه، بس هو من كتر ما كان حريص وان هو خايف على نتيجه المباراه ان هو مش عايز يخسر، بدا الفكر بتاعه يروح في اتجاه واحد، ان هو شاغل نفسه زياده عن اللزوم ببيراميدز وامكانيات بيراميدز ولاعيبه بيراميدز، وان فرقه عندها قدرات وعندها امكانيات، ونسي ان هو يركز مع اللعيبه بتاعته. فده خده في اتجاه ان النادي المصري نازل المباراه بيدافع بس، انا نازل خسران من قبل ما العب، بلعب في زون تلتين ملعب من نص ملعب. هو كان ناجح لغايه الدقيقه 87، لغايه ما ضيع كام ناجح كنتيجه، كم مره بيراميدز وصل لمرمى؟ لا كتير، انا شفت لو في توفيق، وفي اتقان لعمليه انهاء الهجمات كان النتيجه تبقى اعلى من كده بكتير. لكن هي النقطه ان المصري لما لعب بشخصيته الطبيعيه والسيستم الطبيعي بتاعه اللي هو متعود عليه الفتره الاخيره، كان بيبادر وكان عنده شكل هجومي كويس وكان يقدر يخطف المباراه في اكتر من فرصه، لكن هو اعتمد على التحولات الهجوميه، ودي ما حصلتش في ظل ان انت اديت فرصه كبيره بالنسبه لبيراميدز ان انت ريحته، بدل ما كان هيوزع مجهوده على مساحه ملعب على مدار 90 دقيقه، فالكفاءه بتاعت الانتاج بتاعته تبقى 70-75%، اصبح بيلعب في نص ملعب، فالكفاءه بتاعت النادي المصري يعني. الكفاءه بتاعت المردود بتاعته بقت 95-100%، بيوصل كل شويه قريب من مرمى المصري، وانت فكره ان انت تفضل تجري ورا الكوره دي مش هتساعدك، انت لو اعظم فرقه في العالم مش هتقدر تستحمل بس. فمكسب كان مستحق، وهارد لك طبعا للنادي المصري، عنده ماتشات مهمه الفتره اللي جايه، عنده ماتش البنك الاهلي وبعد كده انبي وبعد كده الزمالك والاسماعيلي، فالماتشات بالنسبه له طيب صعبه يعني. سريعا كده قبل ما نختم عايز اعرف تعليقكم على حصل النهارده تغييرتين في المدربين في الدوري الممتاز، رحل كابتن تامر مصطفى من فيوتشر ومسك كابتن طلعت يوسف، ورحل كابتن احمد كشري من الداخليه ومسك كابتن عيد مرازيق. ابراهيم سريعا بس عشان الوقت بيخلص. تغيير فيوتشر دي اعتقد ان هي كان فيها مشاكل الفتره الاخيره يعني، حتى التصريحات بعد الاقاله او الاستقاله الله اعلم، يعني التصريحات كانت كان معايا دكتور وليد داعبس رئيس النادي، قال لي ان كابتن تامر اعتذر، فيها شويه مشاكل الناس كلها بدات يعني عارفين الكواليس شويه في الموضوع ده، فشايف ان يعني الانفصال بالطريقه الوديه ده افضل للاثنين. كابتن تامر ما كانش هيقدر يشتغل باريحيه، فهو التغيير في الوقت ده احسن. طبعا كابتن طلعت مدرب كبير وخبراته كبيره وراجل متمرس في الدوري المصري، فشايف ان بتمنى له التوفيق مع فيوتشر، لان فيوتشر حط اسمه في الانديه الكبيره دلوقتي اللي بتلعب باسم مصر قاريا، فنتمنى له التوفيق. لكن الداخليه طبعا حاسس انه تغيير رمي فوطه، يعني خلاص الناس رمت الفوطه وبيجهزوا بقى الموسم الجديد لممتاز بيه او كده او محترفين، فاعتقد ان التغيير برده منطقي في ظل ان الكابتن احمد مش حابب ان كابتن احمد عمل والله ماتش كويس، لكن هو مش حابب ان هو يكون في المنطقه اللي هو الفرقه تهبط وهي معاه او حاجه، فشايف ان الاثنين منطقيين. يعني حسام ليك تعليق على التغييرتين سريعا؟ لا، هو التغيير كان متوقع بالنسبه لفيوتشر اكتر من مره، كان مرتبط استمرار كابتن تامر مصطفى بالنتائج، بيكسب فبيقعد، بيتعادل او بيخسر فتحصل دوشه وتحصل كده كلام جانبي ان هو ممكن يمشي او يكمل او اي حاجه. هو اخر ماتشين اتغلب من بيراميدز 2-1 بالصعوبه، وتعادل مع البنك الاهلي 1-1. هو كابتن تامر طبعا مدرب كبير واشتغل بشكل كويس قوي الفتره اللي فاتت، سواء مع المقصه او انبي، او نفس الكلام برده مع فيوتشر، قدم مستويات جيده. انا سعيد جدا بعوده كابتن طلعت يوسف، يعني مدرسه كبيره جدا في التدريب، واحد من المدربين الكبار اللي حققها كان مهدور الفتره الاخيره، فعودته في حد ذاتها مع منظومه محترمه زي فيوتشر اعتقد ان هو هيكون له دور كبير جدا في تحويل المسار بالنسبه لها اداريا وتنظيميا وفنيا. وفي نفس الوقت برضو زي ما ابراهيم قال موضوع الداخليه يعني راح في حته بقى الهبوط وكده، فهم ممكن يكونوا بيبصوا للحته دي بالنسبه لقدام يعني. بس ان شاء الله التوفيق للانديه المصريه كلها، وبشكر طبعا كابتن ابراهيم صلاح وكابتن حسام حسن، وان شاء الله نتمنى التوفيق للزمالك يوم الاحد الجاي في النهائي، ونتمنى التوفيق للاهلي بإذن الله يوم السبت إن شاء الله في مباراة الذهاب في تونس بإذن الله، وتبقى البطولتين مصريتين إن شاء الله. نشوف الأهلي والزمالك بقى في السوبر عشان ما حدش يزعل إن شاء الله. سوبر أفريقيا هتلاقيها في السعودية، بيقول لك السعودية خدت السوبر أفريقيا 3 سنين أعتقد متتاليين. مش هنختلف فين، لا بس السعودية مصر يعني مفيش مشكلة. الزمالك والأهلي إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك يا هيما، بشكرك حسام حبيبي، وبشكر كل طاقم العمل، ونتقابل على خير بكرة إن شاء الله.